Yep. B. Not Robert Twigg. احكينا في الكونستانت. ب. نرجع لتيب دي دوني. نحن اش قلنا؟ قلنا عنا ان تيب حكينا فيهم من الاول. ان تيب نيميريك هو شنو؟ هما لي نيميرو. التيب بوليان هو ما ينجم يكون فيه كان فري والا فو. تيب كاركتير هو معناها كاركتير من شين دو كاركتير، معناها حرف. شين دو كاركتير هي مجموعة من انسومبل دو كاركتير والا مجموعة من الكلمات. ب لهنا توا لهنا التيب نيميريك بحد ذاته ينقسم، يعني يتقسم المجموعة من تيبات. اش معناه تيب نيميريك؟ ما قلنا انون تيب نيميريك، ما قلنا هو دي نمبر. توا النيميريك هذاك اش ينجم يكون فيه؟ ينجم يكون فيه اونتي. يعني اش معناها اونتي؟ معناها يكون العدد هذاك مثلا كيما 5 2 3 ما فيش فيه ان نمبر، معناها ما فيش بالفرقيل. واضح؟ بالنسبه للتيب الثاني اللي هو موجود بطبيعته في التيب نيميريك، ديما نحكوا على النيميريك. التيب ريال، شنو هو الفرق ما بين اونتي وريال؟ لونتي كما قلت لكم مثلا 1 2 3 هذا تيب اونتي. الريال مثلا 5.2 3.3 معناها فيه بالفاصل. هذا بالنسبه للتيب ريال. الكاركتر كما قلت لكم هو كاركتر يعني حرف، والتيب بوليان هو فري ولا فو، والشين دو كاركتر هو ان انسومبل دو كاركتر والا ان انسومبل دي مو. ب الى حد الان واضح ولا؟ واضح. ب توا تيب نيميريك عندنا كل نوعيه من لي تيب نتاع دو دوني، ثم نقولوا نحن دي زوبيراتور يمشوا عليهم. مثلا تيب نيميريك ثم عنده دي زوبيراتور خاصين به. بالنسبه للتيب بوليان اش معناها خاصين به؟ مثلا في التيب نيميريك ما عندنا دي زونتي وعندنا دي ريال، تنجم تجمع دو زونتي مع بعض والا تنجم ديفيزي دو زونتي. مي في التيب بوليان اش قلنا نحن؟ التيب بوليان هو فري والا فو. ما تنجمش تعمل لوبيراتور بليس والا فوا والا ديفيزيون على تيب بوليان. فهمتوا اش معناها لي زوبيراتور تو؟ بالنسبه للتيب نيميريك لي زوبيراتور الخاصين به هما شنو؟ عندك بالنسبة نحنا ما نقسمنا تيب نيميريك اش قلنا فيه؟ هذا هما الكل. عندنا الأونتي والريال هذوما الخاصين بالتيب نيميريك. يعني النيميريك هو كل ما يخص الأعداد، دي نمبر برك. ب لهنا تيب نيميريك، أول تيب نيميريك هو تيب أونتي. قال لك راه لي زوبيراتور اللي تمشي معاه عندك لهنا ديف والمود. شنو الفرق ما بين الديف والمود؟ تعرفوها ولا؟ الكل تعرفوها ولا نزيد نفسرها لكم؟ نزيد نفسرها. بالنسبه للديف اول حاجه باش تشدوها الديف والمود راهي تمشي كان مع لي زونتي، معناها دو تيب نيميريك ما تمشي لكش مع الشين دو كاركتير وما تمشيش مع الكاركتير وما تمشيش مع حوايج اخرى. كان لي تيب نيميريك تيب اونتي. ديف والمود مثلا ناخذوا 10 ديف دو، قديش هذي؟ كي تقسم 10 على 2 باش تعطيك 5. باهي نشوفوا 10 مود دو ايتيغال شنو؟ لهنا باش تعطيك زيرو. علاش 10 ديف 2 تعطيك الديفيزيون،
لهنا القسمة قديش، والمود تعطيك الريست واضحة. المود هي الريست دو لا ديفيزيون نتاع 10 بار 2، والسانك هي القسمة نتاع 10 على 2. هذا شنو الفرق ما بين المود والديف؟ باهي كي نقولوا نحنا توا 17 ديف 3 قداش باش تعطينا؟ هاي جاوبوني 5.6. انت مادام قلت لي هكا، مادام قلت لي هكا راك غلط. 5 باهي. اجمع اجمع الاخرين شي يقولوا. نعم ما تجيش خاطر اللي كان على باش تجيب الفيرجول. ما مسيو كي نشوف اذا كان الفيرجول فوق اللي بعد الفيرجول فوق الخمسه ناخذ النمره اللي لا بعد. ما دخلكش في الفيرجول فوق الخمسه ولا تحت الخمسه، هذيك حاجه اخرى تحكي عليها انت تو. اش قلت لكم انا من الاول؟ قلت لكم الديف والمود مع شنو يمشوا؟ كان مع تي بونتي اونتي. باهي اش معناها يمشوا مع تي بونتي؟ 17 كي نقسمها على 3 قديش فاهم من 3؟ تا نرجعوا لل نعم؟ ستة أربعة. إيه راكم جمعت باك 17 على 3 قديش فيها لهنا؟ قديش تنحط؟ نحن لهنا في الديفزيون اونتير تهز كان الخمسة، ما يهمكش في الفاصل، ما ترعيلوش الفاصل، واضح؟ لهنا باش تحط، باش تحط خمسة، أنت صحيح كي تحسبها بالكالكيلاتريس باش تلقاها خمسة فاصل، أما لهنا في الديف باش تعطيك البارتي اونتير، يعني خمسة، واضح؟ بالنسبة لـ 17 مود 3 قديش؟ 2 لهنا 5 وباش تفصل 2 الريست، الريست نتاع ديفيزيون 17 بار 3 باش تعطيك ديفيزيون لهنا الديف باش تعطيك 5 والمود باش تعطيك 2، فهمتوها تو واضحة؟ هذه بالنسبة للديف والمود. باهي هذا بالنسبة للتي بونتي، عندنا ديف والمود. نتعدوا للتيب اللي بعده. تيب ريال تو. التيب ريال واضحة، عندك فيه ليزوبيراتور اللي يمشوا معاه هي البليس الموان فوا والديفيزيون ريال. باهي باش نعطيكم ملاحظة أخرى. توا كي يقول لك شنو الفرق في اكزرسيس مثلا، يقول لك ديفيزيون كي يعطيك كيف هكا ديفيزيون اونتيير وديفيزيون ريال، الاولى اش تتحط له؟ نعم الاولى باش تحط له الديف. مش نتفاهمنا نحن ديفيزيون اونتيير معناها اش معناها ديفيزيون اونتيير؟ معناها ديفيزيون اللي تمشي كان مع لي تيب اونتيير. شنو هي لوبيراتور ديف؟ والديفيزيون ريال، الريال ما تبقاش ديف، تبقى لك تولي لك سلاش نتاع الكالكيلاتريس. معناها كي يقول لك ديفيزيون ريال مثلا 10 على 2 قداش تعطيها له ديفيزيون ريال؟ 5.0 ما يعطيكش. مادام ديفيزيون ريال يعطيك حتى كي ظلك 5 معناها كيما الحاله هذه ما يعطيهكش من غير فاصل، يزيدك بوان زيرو. بالنسبة لديفزيون انتير كي تقول له 10 ديف 2 يعطيك اوتوماتيكمون 5. علاش يتخدم على التيب انتي؟ يعطيك البارتي انتي برك. فهمتوا الفرق تو ما بين الديفزيون هذه الريال وديفزيون انتير؟ واضح؟ به هذه بالنسبة لي زوبيراتور مع التيب ريال تعرفوهم الكل اللي تخدموا بهم بالكالكيلاتريس، بلي يعني بلوس موا والبرودوي والديفيزيون ريال. باهي توا لي فونكسيون اريتميتيك ستوندار، لي فونكسيون هذوما لازمكم تعرفوهم، تنجم تجيكم في الاكزامانات في الباك، ينجم يعطيك على لي تيب هبطوا اصل برشا ديما يهبطوا فيهم، اللي هما هذا ما
مش لازم تحفظ شنو هي، لكن تعرف شنو هي، شنو الرول متاع كل فونكسيون. ب تعرفوهم ولا نفسروهم الكل باش على الاقل ديما كان ثم كان فاهمين هالحاجه جماعه كل نتعد جاوبوني. ب بالنسبة للي فونكسيون هذا مثلا الفونكسيون الأولى اسمها ترونك إكس، البارامتر متاعها إكس في الباسكال، كي يقول لك مثلا أكيد راه باش يعطيك في الإكزاما يعطيك مثلا فونكسيون بالالغوريتميك وإلا في الإكزاما تيبي، يا في الإكزاما تيوريك وإلا تيبي باش تجيكم أكيد، يعطيك مثلا كود بالالغوريتميك ويقول لك بدلو اون باسكال. الترونك كان كانك انت تخدم في الالغوريتميك تخدم بترونك اكس هذي كيما هك، كانك تخدم في الباسكال تولي لك ترونك تي ار يو ان سي، البارامتر نتاعها ديما تبقى اكس. البارامتر لهنا تنجم تكون يا تحط لها اونتي، معناها الاكس نجم تكون دو تيب اونتي والا ريال، والريزلت باش تعطيك اونتي. باهي الرول نتاعها شنو معناها اش نعملوا بها الفونكسيون هذه؟ تسبريمي لك البارتي ديسيمال وتخلي لك البارتي اونتيير. باهي باش نشوفوا ليكزومبليت لهنا، ترونك موان 8.224 تعطيك البارتي اونتيير هي شنو؟ هي الموان 8 موان ترونك 3.14 تعطيك 3، ديما تاخو كان الريزلت نتاعها هي البارتي اونتيير. الترونك 3.34 تعطيك البارتي ديما اونتيير. واضحه الفونكسيون هذه؟ ب بالنسبه للاروندي تو الفونكسيون اللي بعد اروندي اكس راوند اكس، ديما البارامتر الاكس نجم تكون اونتي والا ريال. اش تعمل الفونكسيون هذه؟ تعطيك الفالور اروندي نتاع اكس. اش معناه؟ مثلا انت ناخذ ليكزامبل الاول 712.499 شنو تعطيك لهنا؟ تشوف انت اللي بعد الفيرجيل لهنا كان لقيتو اقل من الخمسة راه باش تعطيك العدد هو نفسه الاول. لهنا غلطة الريزلتا، من المفروض يكتب لك 712 مش 12. لهنا مادام اقل من الخمسة باش تبقى لك نفسها الريزلتا 712. في المثال الثاني لاروندي نتاع 12.50 لهنا، وين تلقى الفالور من خمسة اللي هو نقص به الفالور اللي بعد الفاصل من خمسة فما فوق، معناها خمسة ستة سبعة، المهم الفوق فوق فوق الأربعة باش تتعديلك البارتي اونتيير باش تزيدها بليس أن. واضح؟ هذه قارينها في المات من المفروض الفالور اروندي. نفس الشيء لهنا الاروندي نتاع 12.99 لهنا الاروندي نتاعها اش قلنا نحن القاعده نتاعها اللي بعد الفاصل، هل انه فوق الخمسة؟ فوق الخمسة، اذا 12 باش تزيدها 1 تولي لك 3. واضح؟ لو اي مش نسمع في صوتك. باهي هذه بالنسبة للاروندي. بالنسبة للابس هذه واضحة، ابسولي فالير ابسولي نتاع مثلا موان سيت تعطيك سيت، هذه سهلة. باهي نفس الشيء للكاري، الكاري اون الغوريتميك كاري اونتر بارونتيز تعطيها الاكس اسكيير بالباسكال. شنو هو لازمكم تحفظوا انتم فقط؟ انه بالالغوريتميك كاري واسكيير تولي لك في الباسكال، هذاك اش لازم تحفظ. اش معناها كاري؟ معناها ان نومبر تعطيه مثلا سيت يعمل لك سيت كاري، معناها بالمات بالمات 2 او كاري تعطيك 4، 6 او كاري 36. واضح؟ هذيك بالنسبه للكاري. الراسين كاري اون الغوريتميك راسين كاري دو اكس و اون باسكال اس كي ار تي. الراسين كاري هو بالعربي نقولوا نحن الجذر التربيعي لي اكس، كان قريتو اكيد قريتو بالعربي في الليسي. اس كي ار تي دو اكس
الريزلتان نتاعو باش تعطيك ريال الريزلتان نتاع الفونكسيون هذه باش تعطيك ان نومبر ريال. اش معناها الراسين كاري؟ مثلا الراسين كاري كي تحسب راسين كاري بالكالكيلاتريس نتاع 2 باش تعطيك 1.41. هذه دي فونكسيون ماتيماتيك معناها ما فيها حتى شيء. ب نفس الشيء للسينيس والكوسينيس والطنجونت والكوتنجونت هذوما دي فونكسيون ماتيماتيك الكل معناها من غير لا تفهم فونكسيون تعطيك ريزلتا. ب الالياتوار لهنا تنرجعوا لها الاو ان تي هذه الانتي تعطيك البارتي اونتيير تنخلوها للاخر. المستعملة أكثر في اللي فونكسيون هذوما الكل عندك ديما الإكزامانات تلقى أليا وإلا أليا دو إي شنو ما يعملوا تعرفوهمش شنو ما يعملوا هذا نحكي معكم ران شبيكم ساكتين ما في حد شيء معناه ما تعرفوش بي أنا الجوريتميك مثلا وقتاش نستعملهم لي فونكسيون هذه كي يجيك في اكزرسيس يقول لك نحبك تقرا انونتي نحبك تقرا انونتي والا ان ريال الياتوارمون. اش معناها الياتوارمون؟ مو موالفين نحنا مثلا انت اكيد انتوما في خدمتوا على التيربو باسكال ولا كي تخدموا مرات كي تقول له اكرير ان لير ان انت باش تكتب له الفالور نتاع الان مي كي تستعمل الراندوم هذه ما يطلبش منك الان اصل هو البروغرام بحد ذاته يختار ان نومبر الياتوار يعني اوازار في البروبابيليتي تختار ان نومبر اوازار البروغرام بحد ذاته اللي خدمته وانت هذاك هو كي تكتب له انت راندوم ان والا راندوم باش يختار لك نيميرو من عنده معناها انت ما عندك الفالور في بلاصه لا تكتب اكرير دوني ان لير ان باش تعطيه انت لهنا في الحاله هذه ما يطلبوش منك يتعدى ليتاب هذيك. فهمتوا شنو ما الفرق ما بين الاكرير واللير والراندوم ولا نزيد نفسر؟ انا مش شايف ما نكتب اكرير ان لير ان نحطوا الراندوم ام باهي انت نعطيكم كيفاش تكتب مثلا في يجيك في اكزرسيس يقول لك نحبك تعطيني مثلا تقرا لي ان نمبر اونتيير تدخل انت ان نمبر سيزي كيب اكرير ان بروغرام كي بيرمي دو سيزير ان اونتيير ناتيريل تكتب له انت تكتب له اكرير دوني ان اونتي ما هو طالب منك اونتي ولير واضح هكا نكون قريت في الباسكال كي تكتب له انت اكرير ولير نعتبره هذه التابلو نتاع الاكزيكسيون نتاع الباسكال اش تيصير لك في التابلو نتاع الباسكال الميساج هذا دوني انونتي باش يظهر لك لهنا او اش يظهر لك في البروغرام باش يكتب لك دوني انونتي ويخلي لك كيرسور لهنا يشعل ويطفى يستنى فيك انت باش تكتب لونتي نتاعك واضح ما يحبس البروغرام كان كي انت تعمل مثلا ان نمبر دخلت تو 5 وعملت اونتري وقتها البروغرام باش يافيشي لك الريزلت نتاعك كانك انت عامل معناها ديزانستريكسيون اخرى. اذا بالنسبه الاكزرسيس يطلب منك انك انت تعمل السيزي نتاع لونتي هذاك لو انه قال لك نحب اللونتي ان معناها تختاروا الياتوارمون اش معناها تختاروا الياتوارمون معناها ما تكتبوش انت اش تعمل له في بلاصه لا تكتب اكرير لير تكتب ان اتيغال اليا هذه وقتها باش يعطيك النيميرو اوتوماتيك. نحن عندنا دو فونكسيون شنو الفرق ما بين لولا والا اليا دو ان هاني باش نفسرها لكم تو معناها تنجم تعمل له ان اتيغال اليا دو ان والا ان
إتي قال لي باهي وقتاش باش نستعملوا الاولى وقتاش باش نستعملوا الثاني هاو باش يفسر لك نا وقتاش باش تستعمل مثلا الاولى كي تكتب له انت اليا هكا وتخليها له هكا من غير بارامتر شي يعطيك يعطيك ان ريال معناها الريزلتا نتاع الريتور دون ان ريال كومبري ما بين الزيرو والان اش معناها معناها راه باش يعطيك عدد بالفاصل ما بين في الانترفال 0 1 اكسكلو مثال 0.36 فهمتوا شنو تعطيكم لاليا الاولى من غير بارامتر مسيو ما يفرقش فالور دو ان ما فالور باش نختاروا هو اليا هاني قلت لك الفونكسيون الاولى اليا من غير بارامتر باش تعطيك ان نيميرو ما بين الزيرو والان ديما مثلا 0.1 0.5 0.3 0.20 ما تخرجش من الانترفال 0 والا ا فهمت شنو تعطيك ديما بالنسبه للثانيه الثانيه انت اللي تحددلها الانترفال الاولى ما تفوتش الانترفال محصور ما بين الزيرو 0 والان لو انك انت حاجتك بانترفال اخر يعني فوق ال 0 والان اش تعمل لازمك وقتها تحددلها البارامتر اونتر بارونتيز لهنا تحط الان كيفاش مثلا كي تكتب لها انت اليا دو ديس النيميرو اللي باش تعطيه لك ما بين شنو وشنو هاو محدد لك لهنا قال لك دون انونتي اونتر 0 اي ان موان 1 معناها نحن حاطين له العشره لهنا 10 موان 1 اش تولي 9 الانترفال نتاعنا هو 0 9 لهنا كي انت تكتب له اليا اونتر بارونتيز 10 باش يعطيك ان نيميرو يعني لهنا ما بين الزيرو والنف مثال ينجم يعطيك 6 ينجم يعطيك 7 ينجم يعطيك زادة 9 وإلا 0 المهم ما بين الانترفال 0 و 9 وملاحظة أخرى الأليا أنتر بارونتيز هذه راهي باش تعطيك أنونتي مش كيما الأولى الأولى تعطيك ريال ترجع لك راه معناها عدد بالفاصل 0.3 0.5 0.20 الثانيه باش ترجع لك اونتي ما ترجع لكش ريال هذاك شفت الفرق ما بين الاولى والثانيه باهي واضحه ولا واضحه باهي الالان والاكسبونونسييل هذوكم دي فونكسيون ماتيماتيك من غير لا نتعبر احنا تعرفوهم انتم في المات مثلا لوغ دو اكس لوغ دو 1 يعطيك 0 دي فونكسيون ما عندك ما تزيد فيهم معناها تكتبهم كما هو اش تشد فيهم الان اون الغوريتميك دو اكس تولي لك ال اون ماجسكيل ولا كيف كيفهم الاكسبونونسييل نفس الشيء كيما الباسكال كيما الالغوريتميك هو مرات يعطيك مثلا نقولوا نحن اكسبريسيون فيها دي لوغ ودي اكسبونونسييل ويقول لك حولها لي اون باسكال انت ما معناها ما تخدمش مخك برشا نفسها نفس الفونكسيون كيما الالغوريتميك كيما يعني كيما الباسكال تتكتب كيف كيف ما تبدل فيها حتى شيء انهم اللي يتبدلوا مثلا الاليات ولي لك راندوم في الباسكال اليا دو ان راندوم دو ان مثلا عندنا شنو اخر راسين كاري تولي لك اس كي ار تي اللي هي الراسين كاري نتاع النومبر الكاري تولي لك اس كي ار والابس كيف كيف ابس لا رندي تولي الكراند هذوما اللي يتخدموا هذوما اللي نقولوا نحن لي فونكسيون اللي تنجم تستعملهم على لي تيب نيميريك نيميريك اللي هما لونتي والريال واضح ب تو نتعدوا الحاجة اخرى ب مش تنخدموا توا لي زيكزارسيس تو باش نحاول نفهمكم الكور ومن بعد في السيونسات الجايين ان شاء الله تو كل مره نزيدوا حاجه الاكزرسيسات في الاخر تاعهم خلوه باهي تيب بوليان لهنا التيب بوليان اش قلت قلت لكم راه هو يا فري يا فو هذاك هو شنو تيب بوليان يعني معناها يعطيك اكسبريسيون الريزلت نتاعها يا تعطيك فري والا تعطيك فو باهي اش معناها ناخذ مثال لهنا باش تفهموا اكثر اعطيك هذه 88 اكبر من 66 اي 44 اصغر من 55 ناخذ الشطر الاول نحن 88 اكبر من 66 كلامه صحيح ولا
صحيح. إذا باش تعطيك فري، هذه نهبطوها كما هي الاي، لوبيراتور اي نهبطوها كما هي. ثم 44 أصغر من 55 صحيح، إذا باش الريزلت نتاعها فري. فري اي فري باش تعطيك فري. نمشوا للإكزومبل الأخراني، هذا 88 أكبر من 66 كما العادة فري، اي 66 أصغر من 55 لهنا غلطة، إذا الريزلت نتاع اللوحة الثانية هذه فو، فري اي فو، تعطيك فو. باهي كيف تقول انت كيفاش نعرفها انا علاش فري اي فو تعطيك فو؟ تعرفوه التابلو لوجيك انتوما قريتوه في التكنيك قبل؟ ايوه. حاولوها انتوما باش تجيكم اسهل، تو نوريكم كيفاش تستعملوه. هيك الفري اعتبرها ان، كي تحط انت الفري ان هذيك فري، والاي ملتيبليكاسيون الفري هذي شنو؟ ان. واحد في الواحد شنو تتعطيك؟ باش تعطيك ان. اذا ان هي فري. نمشوا للثانيه، فري قلنا ان، الاي هي الملتيبليكاسيون، الفو هي الزيرو. ان ملتبلي بار زيرو قداش تعطيك؟ باش تعطيك زيرو. دونك باش تعطيك زيرو لهنا اللي قبلها فو. فهمتوا كيفاش تسهلوها؟ ما تبقوش تخمو في التابلو فري وفو. الاي انت نزيد نفسر لكم اكثر، الاي تحولها في تحولها الملتبليكاسيون لوبيراتور هذيك، الاو باش تولي لك بلوس. واضح؟ هذوما ديما تخدموا كيفك حتى تجيكم ساهله. ب هذه كل اكزرسيسات. تو نتعدوا لتيب كاركتير، سهل برشا تيب كاركتير. شنو هو تيب كاركتير؟ هو حرف، مثلا الكلمه هذه سي زوبيراتور. سي من قداش الكاركتير تتكون الكلمه الاولى هيدي؟ تروى كاركتير، سي كاركتير، والأ كاركتير، والإس كاركتير. باهي هذه اش معناها كاركتير؟ باهي تو باش كيما عندنا دي زوبيراتور يمشوا على لي تيب نيميريك اللي هما اللي شفناه التابلو اللي شفناها كترونك والإس كي ار تي، عندنا دي زوبيراتور يمشوا زاد على لي تيب كاركتير اللي هما نهبطوا لوطا باش نلقوا هذا لي فونكسيون. هذا عندك الاورد، وعندك السي هاش ار، وعندك السكسيسور والبريديسيسور والماجيس. ب سهلين برشا شنو ما يعملوا هذا. مثلا الاورد، الاورد تعطيك الكود اسكي نتاع كاركتير معينه اون بارامتر، الكود اسكي نتاع ال ا ماجيسكي. تعرفوا واش معناها كود اسكي؟ جماعة اللي معاك يعرفوا؟ اي الكود اسكي هو النيميرو نتاع الكاركتير هذاك في التابل الاخرين، ياكل في اخر الكتاب تلقوا تابلو. الكود اسكي نتاع ال هي شنو؟ كانكم شادين اعطونا شنو هو الكود اسكي نتاع ال من غير لا تشوفوا الكتاب. الكود اسكي هي 65، الكود اسكي نتاع ال ا ماجيسكي. معناها كي نكتب اورد اونتر بارونتيز ال ا ماجيسكي لهنا راهو يفرق، مش كيما الاورد نتاع ال ا مينيسكي كيما الاورد نتاع ا ماجيسكي. الاورد نتاع ال ا ماجيسكي هي شنو؟ قلنا 65. الأرض متاع الـ آه هي شنو؟ 97. واضح؟ اش معناها؟ معناها وقت اللي حاجتك في اكزرسيس باش تطلع الكود اسكي متاع كاركتير تستعمل الفونكسيون أرض.
الارض هي استعمل لك يقول لك شنو هو الرول نتاع الفونكسيون ارض كي بيرمي ديتيرميني لو كود اسكي نتاع كاركتير معينه. هذا بالنسبه للارض. بالنسبه للسي اتش ار هي العكس نتاع الفونكسيون ارض. سي اتش ار مثلا في بلاصه لا تكتب كاركتير اونتر بارونتيز لهنا باش تكتب ان نيميرو. سي اتش ار نتاع 65 شنو باش تعطيك؟ الكاركتير ا ماجيسكيل. السي هاش ار نتاع 97 باش تعطيك الكاركتير ا مينيسكيل. واضح؟ معناها الفونكسيون هذوما الاورد وسي هاش ار عكس بعض. واحدة تعطيك الكود اسكي والاخرى ترجع لك الكاركتير اللي قبل الكود اسكي هذاك. بالنسبة للسكسيسور والبريديسيسور ساهلين برشا. السكسيسور هو سويفون تاع الكاركتير اللي عندك. مثلا الا سويفون تاعها هو البي، البي سويفون تاعها هو سي، انسي دو سويت. البريديسيسور هو اللي يسبق الحرف هذاك. مثلا الزد شنو اللي يسبق الحرف اللي يسبق الزد شنو؟ إيغري. إيغري. البي يسبق الا. واضح؟ هذا ما سهل. سكسيسور البريديسيسور يعني واحده تعطيك الكاركتير سويفون سلون لي يعني الالفابيتيك معناها الترتيب هذاك. البريديسيسور هو البريسيدون تاع الكاركتير لي اون بارامتر. الماجيس سهله زاده. الماجيس تعطيك كاركتير اون ماجيسكي. اش معناه؟ مثلا انت تعطيها ماجيس ا مينيسكي شنو الريزلتا نتاعها؟ باش ترجع لك ا ماجيسكي. به توا لو ان خذينا ماجيس ا ماجيسكيل شنو باش تعطيك حسب رايك؟ نفسها. تعطيك نفسها ما تبدل فيها حتى شيء. كي تعطيها اش معناها؟ معناها كي تعطيها من سكيل تردوا لك ماجيسكيل. كانوا ماجيسكيل هو كيما عادتو خلي كيما هو. هذه بالنسبة لي فونكسيون على لي كاركتير. سهلين برشا كملوا. به ها هما نفسرهم لك لهنا. الارض رونفوا لي كود اسكي. سي اتش ار رونفوا لو كاركتير دون لو كود اسكي ايتي. سكسيسور والبريديسيسور هذيك واحده سويفون واحده البريديسيسور نتاعها. والماجيس هي كونفرتي لو كاركتير سي او ماجيسكي. بالطبيعه لهنا راهو لازمكم تحفظوا انه اون الغوريتميك مثلا الفونكسيون ماجيس اون الغوريتميك تولي لك اب كيز في الباسكال. هذا ما وقتاش تستعملوهم في التيبيات. في التيبيات ينجم يعطيك يعني تكونفرتي من الالغوريتميك للباسكال تحتاجهم. كذا لك مش حافظها ما تنجمش تخدم. ب الى حد الان واضح؟ ب تو باش نتعدوا للتيب الاخرين اللي هو تيب شين دو كاركتير قبل لا ندخلوا للتيب اخرين. تيب شين دو كاركتير اش قلنا نحنا؟ تيب شين دو كاركتير هو مجموعه من الكاركترات والا اش معناه؟ والا مجموعه من دي مو كلمات. ب ناخذ مثال باش نفرقوا لهنا. لو انا نخدمه في الالغوريتميك يقول لك اكري ان بروغرام اون الغوريتميك. كي تجي تديكلاري شين دو كاركتير اش تعمل؟ تكتب مثلا بار اكزومبل سي هاش. لحظه سي هاش رسوا مثلا باك. هذا شين دو كاركتير بالالغوريتميك اون باسكال. هذا شي يولي سي هاش دو بوان ايغال. الرسوا هذيك في الباسكال تولي دو بوان ايغال. والدو كوت هذه تولي لك كوت واحده سامبل كوت. واضح؟ وبالطبيعه في الباسكال لازمك تعمل بوان فيرغيل. اي انستركسيون لازمها بوان فيرغيل. بالطبيعه ثم حالات ما فيهمش كيما الالز والحكايات هذيك. تو نجوه لهنا. هذه كيفاش ديكلاري ان شين دو كاركتير اون الغوريتميك و اون باسكال. به تو باش نحكو على الشين دو كاركتير. شاك شين دو كاركتير هو ما نقولنا يتكون من مجموعة كاركتيرات. به ناخذ اكزامبل اخر سي هاش ايتيغال مثلا باك 2020. ب لهنا هيف الشاك كاركتير بطبيعة عنده انديس.
إيش معناها أنديز؟ لو أنك أنت إيش تحب؟ لو أنك أنت تحب تهز الكاركتير له البركة إيش تعمل؟ تكتب سي هاش دو أن. سي هاش دو أن شنو فوستها توكي؟ تقول سي هاش دو أن فوستها الكاركتير بي، معناها إتيقال أ. بطبيعة ما تنسوش ما تكتبوش بي هكا وما يعرفهاش، لازم تعمل الدو كوت. دو كوت هو معناتها أراو كاركتير بي. لو أنك تحب تطلع التروازيام كاركتير إيش تكتب؟ إيش تعمل؟ سي هاش تروا، سي هاش دو تروا، سي هاش تروا اللي هي قابل السي بي. حسب رأيكم أنتم، هل أنه نحن ما عندنا لهنا تو نرقموا اللي كاركتير اللي عندنا الأولى أ، اثنين الأ، ثلاثة السي، هل أنه نحسبوا الإسباس ولا؟ الإسباس هو الكاتريام، معناه ما تقولش أنت رو عندي إسباس هذاك ما يعتبرش كاركتير. عندك هذا ثم فرق ما بين كاركتير إسباس وهذا، شفت الفرق لهنا؟ لهنا عمل لك لولا ثم فراغ، ولهنا لا، هذا يتسمى الفيد وهذا يتسمى الكاركتير سباس، ثم فرق ما بيناتهم راه. معناها كي يقول لك سي هاش دو كات، سي هاش دو كات باش تعطيك الريزلتان نتاعها باش تعطيك الكاركتير سباس، واضح؟ به توا هذه اش معناها شندو كاركتير؟ اكيد عنده دي فونكسيون بري ديفيني تمشي عليه شندو كاركتير، اللي هما انا باش ناخذ امثله هذا مهم، اللي هما بالطبيعة لازمكم في بالي معظم بريسك اللي زيكزامان تاع الباك 90% يهبطلك فيهم دي فونكسيون موجودين على لي شين دو كاركتير. كان ما جابلكش من الاول في لي زيكزارسيس الاول على 10 بونت ولا 8 بوان باش يجيبها لك في البروبليم باش تخدم به. به نبدو واحدة واحدة كيما العاد. الفونكسيون الاولى كونكات، الكونكات اش تعمل؟ الكونكات عندك ان انسومبل دي شي باش تلصقهم في بعضها، سهله برشا. اش معناه؟ ب ناخذ مثال كونكات شين باك فيرجيل شين، اذا راه مشو انتي كي نكتب لك 20 انتر دو كوت منا ومنا راه يعتبرها شين، وقتاش انتي كي ما نعملكش الكوت هذوما، واضح؟ هك حسب رايكم الفونكسيون هذه شنو باش تعمل؟ شنو باش تعطينا؟ دو كود باك 2020 دو كود ب، كيفاش عاود لي؟ دو كود و باك 2020 دو كود باك ثم اسباس ولا؟ لا مش فاهمك. علاش؟ شو خاطر ما حطيتش شوف 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 ركز في الفان الاول والفان الثاني. ثم اسباس اسباس 20 والاخرى تزيد تلصق فيها 20، الريزلتا نتاعنا باش تعطيك باك 2020. اش معناها كونكات؟ تعطيها ان انسومبل دي شين دو كاركتير وتلصقهم في بعض كيما هما، ما تزيد حتى شيء، تحطهم كيما هما في شين واحد. معناها الريزلتا نتاعنا هذه 60 فونكسيون. تعرف واش معناها الفرق ما بين الفونكسيون والبروسيدير؟ ب الفونكسيون باش تشدوها تو ترجع لك ريزلتا واحد وريزلتا سامبل. اش معناها ريزلتا واحد وريزلتا سامبل؟ ان سيل ريزلتا، معناها مثلا باش لهنا المثال هذا كي نلصق ان انسومبل دو شين نلصقهم في بعضهم، النتيجه نتاعي على شنو باش نتحصل؟ باش نتحصل على شين واحد، تعتبر هذيك ان سيل ريزلتا، ما تحصلتش مثلا على اونتي وشين واحد وتابلو، تحصلت على ريزلتا واحد، هذا يعتبر ان سامبل ريزلتا. ب التيب، لي تيب سامبل، الفونكسيون كي نقول لك ب خلينا نكتب لكم خير الفونكسيون هذه ريتورن ان ريزلتا سامبل. ب
وبالنسبه عندنا حاجه اخرى اللي هي تعطينا ريزلتا سامبل وترتورني لك زاده ان سيل ريزلتا، معناها ماشي اكثر من ريزلتا 2 و 3 ولا 0 ريزلتا، تعطيك ان سول. باهي باش نزيد نفسر لكم اكثر، اش معنى ريزلتا سامبل لهنا؟ اش يقصد بها ريزلتا سامبل؟ ريزلتا سامبل هما لي تيب اللي قريناهم تو الكل، يعني يا تنجم تكون انتي يا ريال يا بوليا يا شنو اخر؟ يا كاركتير يا شين دو كاركتير، يا كاركتير يا شين دو كاركتير، معناها خرج لك من لي تيب هذوما راهو مش تيب سامبل، لازمك تستعمل بروسيدير، واضح؟ هذوم لي تيب سامبل اللي عندنا، ما عندناش تيب سامبل اخرين. اونتي ريال بوليان كاركتير شن بي وترجع لك سيل ريزلتا، معناها مثلا الفونكسيون كونكات لهنا رجعت لنا شين ملصقة، لصقت لنا لي شين الكل في بعضهم رجعت لنا سامبل ريزلتا، شنو هو التيب نتاعها باك 2020؟ التيب نتاعها هي شين دو كاركتير، ورجعت لنا شين دو كاركتير واحدة، ما رجعت لناش زوز ولا تروا، واحدة برك. هذه اش معناها فونكسيون؟ نتعدوا للثانية تو، نقدموا كل مره شوي باش نعرفوا الفونكسيون اش معناها والبروسيدير. انا جايينهم للبروسيدير، علاشهم ثم دي بروسيدير فونكسيون بريديفيني لهنا. به توا لونغ سي هاش سهله هذه، شنو عندنا مثلا؟ هذا باش ناخذوا الريزلتان تاعنا، هذه نسموها سي هاش ايتيغال. جماعه كل تبعوا فيها ما به عندنا سي هاش هذه شنو فوستها؟ فوستها شين باك 2020 بطبيعة ثم اسباس. كي نقول له الفونكسيون هذه لونغ سي هاش، شنو باش تعطيني لونغ سي هاش؟ باش تعطيني اللونغر نتاع الشين، معناها اش معناها لونغر؟ معناها من قداش الكاركتر يتكون الشين هذا. به نرجع نحسبه نحن، البي واحد آ اثنين سي ثلاثة الاسباس كاتر خمسة ستة سبعة ثمانية، الريزلتا هذه شنو باش تعطينا؟ باش تعطيك ويت. به لهنا كي تعطيني ثمانية، هل أنه موجودة في اللي تيب هذوم أنتي ريال بوليان كاركتير شاندو كاركتير؟ موجودة في التيب الأولى هي أنتي الويت دو تيب أنتي، ورجعت ليش أكثر من حاجة، رجعت لي كان ثمانية، هذاك علاش لونغ سيتا فونكسيون، واضح؟ معناها لهنا تنجم تكتب ان اتيغال لونغ سي هاش، بطبيعه الان التيب نتاعو انتي لانه لونغ سي هاش ترجع لك انتي. به حاجه اخرى ما قلت لكمش عليها، الفونكسيون في الديكلاراسيون نتاعها كيفاش نديكلاريها؟ مثلا لهنا شفت الفونكسيون هذه لونغ سي هاش، هذه ماي فونكسيون، ما تجيش تلوح حكاكة في مثلا باش تخدم على التيربو باسكال، ما تجيش تكتب لونغ سي هاش تلوح حكاكة من غير حد شيء، يخرج لك الرير. علاش؟ لأني أي فونكسيون لازم تحطها في فاريابل، هذه شدوها، أي فونكسيون لازم تتحط في فاريابل. اش معناه؟ معناها أنت تديكلاري فاريابل من الأول مثلا نسموه ان، تكتب ان ايتيغال وتسمي الفونكسيون تاعك القدام. اش معناها هكا كي نكتب له ان ايتيغال لونغ سي هاش؟ معناها الريزلتا نتاعي نتاع لونغ سي هاش احسبها لي، احسب لي اللونغير نتاع سي هاش والريزلتا اللي تلقاها تحطها في الان. اش معناها؟ معناها الريزلتا فينال ان ايتيغال ا ويت. فهمت اش معناها الفونكسيون؟ واضح ولا واضح؟ بي معناها لهنا كي نقول لكم فونكسيون تشدوا لي ثلاثه حوايج، فونكسيون ريت ريتورني ريزلتا واحد، وثاني حاجه الريزلتا الواحده ذيك الانسل ريزلتا لازم التيب نتاعها يكون في هذوما الخمسه اونتي ريال بوليان كاركتير ولا شيء، هذه ثاني حاجه. والديكلاراسيون نتاعها ما يجيش منه انت في البروغرام نتاعك تلوح الفونكسيون، ما تنجمش تكتب كونكات كيما عملنا لهنا، شفتها كونكات هذه، ما تنجمش تكتب كونكات وتلوحها هك،
لازمك تحط في البداية نتاعها تكتب سي هاش ايتيغال. علاش لهنا؟ لاني قلت لكم لازم الفونكسيون تتحط في فاريابل، والفاريابل هذاك تيب نتاعو شنو حسب الفالور نتاع حسب الريتور نتاع الفونكسيون. مثلا الكونكات شنو ترجع لنا التيب دو ريتور؟ مش ترجع لك شين دو كاركتير، يعني لازمك السي هاش ديكلاري شين دو كاركتير. ب اللونج سي هاش شنو ترد لنا في التيب دو ريتور؟ اونتي. لازمك من الاول تكتب في الباسكال تكتب var n دو بوان انتيجر، هكاك وقتها باش تجيك ريزلت صحيح. لهنا اش تكتب؟ تكتب var في ال سي هاش var سي هاش دو بوان شنو string في الباسكال. واضح قاعد نعمل لكم بالتراديكسيون باسكال. لو انه الجوريتميك اش تكتب؟ تكتب var تكتب سي هاش دو بوان شين دو كاركتر. اي حاجه ثم حاجه مش واضحه تكلموا من تو. ثم شي من لو كيفاش نديكلاري الكونكات نسيو نكتب نكتبها معناها باك وكيكا معناها دو فان فان ولا لا؟ كيفاش ما فهمتكش؟ من الاول كي انا باش نديكلاري فونكسيون كونكات نكتب من الاول باك معناها نكتب هذاك اللي اونتر بارونتيز من الاول اونتر بارونتيز. انا هو الاونتر بارونتيز هذا لا لا شنو الديكلاري؟ الديكلاري فقط الفاريابل اللي باش تحط فيه الفونكسيون. فهمت قصدي تو؟ معناها في في الفونكسيون ما تحطيهاش ايكال كونكار. لا لا الفوق ها واش تديكلاري تكتب var سي هاش دو بوان شين دو كاركتير. الفونكسيون انت كي تكتب سي هاش دو بوان شين دو كاركتير كانك ديكلاريتي الكونكات. علاش؟ لانه الفالور دو ريتور نتاع الكونكات شنو؟ شين دو كاركتير. مادام شين دو كاركتير كي ديكلاري انت السي هاش كانك ديكلاريت الفونكسيون كونكات. واضح تو؟ نفس الشيء لهنا كي ديكلاري الان تقول له var n دو بوان اونتي وتحط له الان ايتيغال لونغ سي هاش كانك ديكلاريت لونغ سي هاش. ما تجيش الفوق وتكتب var لونغ سي هاش. فهمت؟ ايوه فهمت. تو الفونكسيون اللي بعدها سو شين سي هاش بالطبيعة لازمكم تحفظوا هذه راه مثلا لونغ في الباسكال تولي لك لانكف لانكف سي هاش هذاكم لازم يتحفظوا. بالنسبة للفونكسيون اللي بعدها سو شين سي هاش يعني سو شين اونتر بارونتيز سي هاش والبي والان بي سي باهي. لهنا الفونكسيون شنو باش تعمل لكم؟ فونكسيون كي ريتورن ان سو شين دين لونغر ان بي سي ا بارتير دو لا بوزيسيون بي. ناخذو اكزامبل باش تفهم. مثلا باش ناخذو سي هاش نتاعنا الشين نتاعنا باش ناخذ باك 2018 لهنا باش نخلي اسباس والا من غير لا نخلي نخلي هك. هذا الشين نتاعنا باش نخدموا عليه ديما. وين باش تخدموا على الشين دو كاركتير؟ اول حاجه ننصحكم تعملوها امشوا رقموا لي كاركتير نتاع الشين باش تسهل عليكم العمليه. به نرقمه لهنا عندك هذاك رقم واحد اللي بعده اثنين خلينا نكبر الكتيبه مش واضحه. وضحت لكم الكتيبه ولا كات لسباس دو هي 5 0 6 ال 1 7 ال 8 8 9 2 0 هو 10 2 هي ال 11 نطلعوها لفوق والزيرو الاخراني هو 12. معناها هنا اون توتال عندنا 12 كاركتر.
ب هذا الترقيم نتاعك. علاش نستعمله في الترقيم لهنا؟ هو شنو قال لك؟ كي نجي نعطيك فونكسيون نقول لك بي نجي نكتب لك فونكسيون سو شين، بطبيعة قاعد نكتب تو بالالغوريتميك مانا شين باش نختم على شين سي هاش. شنو قال لك لهنا؟ قال لك ابارتير دو لا بوزيسيون بي، باش نقول له ابارتير دو لا بوزيسيون 4 هز لي 5 كاركتير باغ اكزومبل. بي لهنا شنو باش تعمل الفونكسيون هذه؟ باش تكوبي لك بارتي من الشين، هذه الرول نتاعها توتال، معناها الكل الرول نتاعها هو انها تكوبي بارتي من الشين تحديدا منين لمنين. لهنا قال لك راو باش تكوبي لك ابارتير دو لا بوزيسيون بي، البي هي شنو؟ هي الكات. قديش من كاركتير باش تكوبي؟ النومبر كاركتير ام بي سي هي النومبر دو كاركتير، ام بي سي هي 5 ام بي سي. اش معناها لهنا؟ قال لك ابارتير دو لا بوزيسيون 4 شنو تقابل البوزيسيون 4 لهنا في الشين؟ الاسباس هذا. ابارتير دو لا بوزيسيون 4 كوبي لي هز لي 5 كاركتير اللي هي à partir de la position P. معناها البوزيسيون P راهي محسوبة، معناها الاسباس لهنا محسوب. الاسباس هو لول 2، انا باش نعمل لكم اسباس، هذا الثاني، ثالث، الرابع، الخامس. اذا شنو هو الشين اللي تي نتحصلوا عليه؟ 2018 اسباس 2018. بالطبيعة لهنا شنو رجعت لنا الفونكسيون هذه؟ تيب نتاع تيب نتاع ريزولتا سامبل انتي و ريزولتا سامبل. دونك سو شين سيتين فونكسيون لازمنا نحطوها في شين دو كاركتير، نسموه مثلا سي هاش ان مادامنا مستعملين سي هاش. نعم راه مش لازم تسمي سي هاش و سي هاش، راك تنجمش تسمي اي حكايه يعتبرها هو شين دو كاركتير، مش باللازم سي هاش. تنجم تسمي بار اكزومبل ا، هذا انا نعتبره شين دو كاركتير. اما خير باش حاجه سينيفيكاتيف تي ما تحطو في، ننصحكم في الاكزام مثلا تاع باك ما تعملوش ا و بي و سي. صحيح راهي خدمتك نجم تكتب معناها تمشي لك صحيحه ويحسب لك، اما وقتها باش تزيد تعقدها عليه هو في الكوريكسيون. تو ما خير تكتب له شين ايتيغال سو شين، والا تكتب له ان ايتيغال سو شين، والان انا نعتبرها شين دو كاركتير في الديكلاراسيون الفوق نديكلاريها شين دو كاركتير وتمشي لي. بطبيعه كيكا باش تضيع، وانت فهمت شنو نقصد؟ ب لهنا الشين ايتيغال سو شين هذيك، دونك الريزلتا نتاعنا في الشين شنو باش نلقوا؟ هذه هي شين ايتيغال ا 2018 بطبيعة اسباس قدام. واضحة الفونكسيون سو شين شتعمل؟ تكوبي لك ان انسومبل دو كاركتير ا بارتير دو لا بوزيسيون بي، ا بارتير من البوزيسيون الاولى اللي تعطيها له انت جيسكا قديش كاركتير، كوبي لك 5 كاركتير لهنا انت حسب الخدمة نتاعك باش تعطيه. ا بارتير من البوزيسيون بي كوبي ان ام بي سي كاركتير. به هذه الفونكسيون سو شين، واضحة للجماعة الكل؟ به نتعدوا تو للفونكسيون اللي بعد. الفونكسيون اللي بعدها اللي هي بوز. البوز اش معناها؟ بوزيسيون سي هاش ان في سي هاش دو. الفونكسيون هذه شنو تعمل لك؟ ترتورني لك البوزيسيون نتاع الشين الاولى في الشين الثانيه. هل انه الشين الاولى موجوده في الشين الثانيه ولا كاني موجوده ترتورني لك شنو البوزيسيون نتاعها؟ ب شنو قال لك لهنا؟ بوز ريتورن لا بريمي لا بريمير بوزيسيون دو لا شين سي اش 1 دون لا شين سي اش 2. باهي ولهنا عطاك حاجه اخرى، لو انه
الشين الاولى موجوده في الشين الثانيه برشا مرات باش يرتورني لك اول بوزيسيون، ما يعطيكش البوزيسيونات الكل، يعطيك كان البوزيسيون الاولى. ناخذ مثال، نعتبر الشين نتاعنا سي هاش ايتيغال باك 2020. هذا الشين كي تقول له انت نسموه سي هاش ان كيما مسميه هو باش تجي خير. سي هاش هذا الشين نتاع سي هاش ان. السي هاش دو ايتيغال ا باك، والا نحطو لهنا 10 اسباس باك 2020. هذا الشين نتاع شنو قالنا الفونكسيون نتاعنا هي اش تعمل؟ كي تكتب له انت بوز كيف هكا بوز سي هاش 1 فيرجيل سي هاش 2، شنو باش تطلع لك هيك؟ باش تلوج لك على الشين الاولى هل انه موجود في الشين الثانيه ولا. نشوفه نحن الشين الاولى هي شنو باك اسباس 2020، والشين الثانيه هذه البوزيسيون الاولى 10 10 هي لهنا مش تلقى لانه ديفيرون اسباس لهنا مازال ديفيرون. وقتاش باش يلقاها؟ باش يلقاها في البوزيسيون ابارتير من البي لهنا. هاي دونك شنو باش يرجع لنا لهنا باك 2020؟ لا ما يرجعناش باك دمي. قلنا يرجع لنا البوزيسيون. بوزيسيون اش معناه؟ الان هو بوزيسيون 1 2 3 4، الاسباس هو بوزيسيون 5 والبي بوزيسيون 6. معناها البوز باش ترجع لنا 6. واضح ولا نزيد نفسر لكم؟ واضح. ب هذه معناها ترجع لك البوزيسيون تاع الشين الاولى في الشين الثانيه بالطبيعه اذا موجوده. لو انه لهنا الشين الثانيه والا الشين الاولى لهنا في بلاصه الزيرو في بلاصه الاسباس نحط لك عدد مثلا حطيت عدد في بلاصه الاسباس. هل انه الشين الاولى موجوده في الشين الثانيه حسب رايكم انتوما؟ نعم موجوده ولا مش موجوده؟ دونك شنو باش يرجع لنا زيرو لهنا؟ باش يرجع لك زيرو اش معناها؟ معناها راي البوزيسيون نتاع الشين الاولى راهي مش موجوده في الشين الثاني. الريزلت نتاعنا زيرو. باهي لهنا هل اني البوز هذه سيتين فونكسيون ولا بروسيدير؟ فونكسيون. علاش فسر لي؟ خاطر ريزلت سامبل به لهنا ترجع لنا اونتي ولونتي دو تيب سامبل وريزلتا واحد. دونك سيت اون فونكسيون اش قلت لكم كيفاش ديكلاروها؟ ديكلاروها لازمك تحط فالور قبلها هي التيب 6 تيب نتاعها شنو اونتي. دونك ديكلاري فاريابل دو تيب اونتي مثلا الان ات ايغال بالطبيعه ما تكتبلوش ايغال في الالغوريتميك ان رسوا. واضح معناها لهنا باش تعمل له ان ريسوا بوز سي اش 1 سي اش 2 وبالطبيعه الفوق في الالغوريتميك باش تعمل له فار ان دو بوان اونتي. هذه كيفاش ديكلاري انت لونتي نتاعك. وبالطبيعه البوز سي تين فونكسيون تريتورني لك البوزيسيون تاع الشين الاولى في الشين الثاني. ب لو ان كيما قال لك هو في الاكزامبل باش ناخذ اكزامبل اسهل سي اش 1 ايتيغال باك والسي اش 2 est égal back back back. لهنا كي نكتب له بوز سي اش 1 فيرجيل سي اش 2 شنو باش يعطيك حسب رايك؟ زيرو. علاش زيرو؟ زيرو كذلك مش موجوده. مش يعطينا 1. علاش؟ ما هو اخذت لنا اول صحيح. لهنا شوف اش حبيت نفسر لكم لهنا في الجمله نتاعو كي فسر لك قال لك ريتورن لا بريمير بوزيسيون. معناها نقولوا الشين الثانيه
لو انها فزت هالشين الاولى 20 مره باش يرجع لك كان المره الاولى وين موجوده هي العش 19 الاخرين مش تحسب يعطيك اول بوزيسيون معاوده فيه اول بوزيسيون منين تبدا باك تبدا لك من الان هيك دونك باش يرتورني لك لهنا ان لو انها هذه نعتبرها ماشي هك باش نبدل لكم فيها شوي الشين الثانيه لو انها هذه تبدا بالاسباس اسباس ا سي ب ا سي قديش باش يعطيك تو الريزلت ده كان الاسباس هو رقم واحد ال ا 2 سي 3 الباك تبدا من الاربعة دونك الريزلت باش يعطيك 4 لهنا جماعة كل فاهمين ولا اي سمعت به لهنا يرجع لك 4 علاش ما يرجع لكش لحظه نقول لك 4 5 6 علاش ما يرجع لكش 7 علاش ما رجعش 7 اعطوني واحد يجاوب ما قلت مسيو ديما نختاروا مش نختاروا هي ترتورني لك اول بوزيسيون الاخرين ما يراعي لهمش اول بوزيسيون القفال الكلمه دي كيرجع واضح هذه هي الفونكسيون الرول نتاعها شنو معناها لو انك تلوج على شين في شين اخرى تخدم بالفونكسيون هذه تو اللي بعد ايفاس ايفاس شنو تعمل ايفاس تعطيها البارامتر سي هاش تعطيها البي وتعطيها الان بالباسكال تولي لك ديليت ديليت سي هاش بي ان شنو تعمل لك ايفاس ان سيتين بروسيدير لهنا قالك تو نفسروا علاش شنو الفرق ما بين البروسيدير والفونكسيون قالك كي بيرمي دونليفي ان كاركتير دو سي هاش ا بارتير دو لا بوزيسيون بي ناخذو ديما مثال باش تفهموا اش قلنا سي هاش لو ان عندنا سي هاش هذا سي هاش رسوا باك اسباس 2020 ونقول له بالفونكسيون او البروسيدير هذه ايفاس البارامتر الاول هو الشين نتاعنا شنو تنفسخ منين باش نفسخ ابارتير من البوزيسيون انهي باش نفسخ اللي هي البي باش تحط له عدد لهنا نختار بار اكزومبل 4 قديش باش نفسخ من كاركتير نكتب له 5 لهنا حسب رايك شنو الريزلتا الجماعة الأخرين رحمة ولوجين نشبع به لهنا كأنك قلت له أفسخ لي مسي هاش أفسخ لي مسي هاش أبارتير من الكاركتير كات كي نحسبه نحن البي هي الأولى الأ الثانية السي الثالثة الاسباس الاسباس هو الكاترين دونك باش يبدأ يفسخ من الاسباس الاسباس محسوب 5 كاركتير اسباس رقم 1 2 الثانية 3 4 5 دونك هذا الكل باش يتنح معناها البارتي هذه الكل باش تمشي شنو باش يبقى لك في الشين باش تبقى لك كان باك باهي لهنا هل اني فونكسيون ولا بروسيدير حسب رايكم انتم حسب ما اعطيتكم من الاول شنو ترتورني لنا هنا كاركتير لا شوف باك هي ان انسامبل دو كاركتير مش كاركتير شين دو كاركتير بي شين دو كاركتير تيب سامبل وشنو اخر شروط ان باش نقولوا انها فونكسيون تيب سامبل اي ريزلتا سامبل تيب شين دو كاركتير سي تان ريزلتا سامبل شنو اخر الشروط اللي قلنا عليها الاخرين مازال شرط اخر هاي جماعة يتكلموا شكون عنده الاجابة شكون عنده الاجابة كنت بفسر لكم فيها تو الفونكسيون باش تقول انها فونكسيون لازمها ترتورني ريزلتا سامبل اللي هي قلناها لونتي ريال شين دو كاركتير والكاركتير والبوليان واحد من هذا من الكل
وترتورني لك ريزلتا واحدة. هل انه ترتورني لنا ريزلتا واحدة لهنا؟ ماشي. ب هذا الكل ومشي فونكسيون. علاش الفونكسيون لهنا؟ هذه باش نعطيك لكم ملاحظة اخرى. الفونكسيون في البارامتراج نتاع الفونكسيون ما نجمش نكتب var. كلمة var في الفونكسيون هذه من مستحيل كان تلقاها في الفونكسيون. تلقاها وين؟ تلقاها كان في البروسيدير. ب لهنا في البارامتراج نتاع بروسيدير تلقى كلمة var، مش مشكل، ما عندناش حتى مشكل. باهي، لهنا علاش عملناها بروسيدير وما عملناهاش فونكسيون؟ الشين الأول اللي حطيناه نحنا شنو كان؟ سي هاش رسوا باك اسباس 2020. هذا الشين انيسيال. الفونكسيون كي تعطيها شين ما تلمسوش، ما تبدلش فيه، واضح؟ هذه الفونكسيون. الفونكسيون كي تعطيها شين دو كاركتير الريزلتا تخدم عليه ويبقى هو ما يتمسش. هذا بالنسبه للفونكسيون لهنا. هل انه ما تلمسش لهنا في اللي فاس؟ كان لنا كان باك 2020 هكا تفسخت منه شطر التيلاني الكل، هذاك علاش مشي باش تبقى فونكسيون، باش تولينا بروسيدير. فهمتوا شنو هو اللي حابب نوصله لكم؟ باهي، لهنا معناها البروسيدير. البروسيدير علاش لهنا البروسيدير نستعمله في var وفي الفونكسيون لا؟ الفار اش معناها حسب رايكم انتم الفار؟ باش نفسرها لكم تو. نعم؟ فاريابل. هذه حاجة من الحوايج، فاريابل، معناها راهو فاريابل. ثم حاجة أخرى باش خير. مثلا كي نكتب لهنا فونكسيون var n دو بوان اونتي وفصل البروسيدير لهنا، مش تنعمل بيجن وان، تنعطيكم اللي حاجتنا به فقط. مثلا نكتب n رسوا n بليس 5، هذه البروسيدير متاعي اعتبرها بروسيدير كيفك، من غيرك الديكلاراسيون والواحد كيفك. الفونكسيون الفوقانية باش نكتب تنفسخها لحظة ونبدل لكم، واعطوني انتوما حسب رايكم شنو تفهموا من الفرق ما بيناتهم بالضبط. نكتب فونكسيون n دو بوان اونتي n رسوا n بلس 5، هذه النهاية نتاع الفونكسيون. ب هذه الفونكسيون تاع، وهذه بروسيدير تاع. وباش نجي تعرفوا واش معناها بروغرام برينسيبال بالطبيعة؟ باي اجمع رحمه ما البارتي، البارتي الفوقانيه هي الديكلاراسيون تاع لي فونكسيون البروسيدير، وتجي فك البيجن والاند في اللوطا تعمل جيست لابيل. اعتبروني توا في البيجن والاند، لحظة باش نفسخ هذا. اعتبروني تو في البروغرام برانسيبال جيست باش نعمل لابيل، تنوري لكم حكاية باش توروا لي انتوما شنو الفرق. نعتبر روحي تو دخلت البروغرام برانسيبال بيجن ولهنا اند بوان وكتبت رايت الين. بالطبيعة سامحوني الفونكسيون عندها اسم، مثلا هذه نسموها اف وهذه نسموها بي. هذه بي والاخرى اف. نجي نكتب رايت الين اف دو 5 مثلا والا اف دو 10. بالطبيعة بعد هذه الفونكسيون تاع البروسيدير تو
نجي نكتب لهنا بي باش نحط نفس البارامتر ديس، ومن بعد نجي تحتها نكتب رايت رايت لين الان. به خنزيد باش نوضح لكم اكثر هكا مش تتفهموها. نطلع هذه الفوق الاف دو ديس هذه نكتبوها نحطها في بارامتر ان ان ايتيغال ا اف دو ديس بوان فيرغي. ومن بعد نجي نافيشي الان لهنا، ومن بعد نعيط لل البروسيدير بي باش نحط لها ان ايتيغال 10. ماني اذا نعيط البي اونتر بارونتيز 10 كاني عوضت الان بال 10، معناها راني حطيت الان وحطيتها 10. واضح؟ تسمع فيها ولا؟ اي واضح. باهي لهنا حسب رايكم شنو تيصير في الافيشاج؟ في الافيشاج بالطبيعه هذا في الافيشاج هذا شنو باش يافيشي حسب رايكم انتم؟ نبدو كي نقول لكم سؤال، كي يعطيكم سؤال كيف هكا شنو الافيشاج ولا ديكلاراسيون ولا حاجه، ابدا من اول انستركسيون في البروغرام برانسيبال. اول انستركسيون شنو هي؟ هذه شنو باش يحط لك في الان؟ علاش ديس؟ لهنا الفونكسيون لهنا حط لك الان ايتيغال ا ديس، وكي خدم بها لهنا اش عمل؟ ان بليس 5 15 ب. تفضل شكون حاب يتكلم تو؟ في بالي معناها كي ما نجموش نديرها 15 خاطر هي الفونكسيون ما تبدلش معناها الكونستركسيون تاعها. لا هذاك شوف صحيح كلامك ما تبدلش الواحد، هذه احسن بدلوها مثلا سمو فاريابل اخر، سميه فاريابل بي بار اكزومبل باش ما ندخلكمش بعضكم، سميه اكس ولا اي عدد ان. واضح؟ وهذه سميها ام زاد باش ما تدخلوش بعضكم. ب لهنا الان الفونكسيون اش عمل لهنا؟ دخلت له 10، قال لك الان 10 نحط فيها 10 في 5 ايتيغال 15. ب هذه 15 قديش باش يحط لنا في الفونكسيون؟ والا نقول لكم حاجه باش نسهل لكم على الاخر كي تنزيد نجوجمكم بالطريقه هذه، خلي كان البروسيدير بي وسيبنا من الباقي الكل، نحي هذا الكل. ب تناخذ المثال الاول اش قلنا نحن؟ فار ان ان رسوا ان بلس 5، لافيشاج شنو تيصير لهنا كي نعمل له اسم البروسيدير بي دو 10 شنو خدم؟ شكون يجاوب؟ ما سمعتكش؟ عوض الان اللي على اليمين. ايه عوضها بالديس وش عمل؟ الريزلتا في الاخر شنو تيصير؟ كي نتعدى الانستركسيون هذه باش نمشي للثانيه، الان وقتها شنو فيها؟ مش فيها 15. لو اي قال 15 انتوما؟ امشي امشي زر بزر مسيوش طريقة ما هو احنا مسيو الديس هذيك باش نعوضوها في الان. صحيت ايه كأنك دخلت بارامتر لهنا ان ولهنا باش يقول لك راهو الفالور اش معناها لهنا؟ ما تدخلوش بعضكم كي تشوفوا ان رسوا ان بلي 5 اش معناها الانستركسيون هاد؟ ان القديمة باش نعوضها بالان القديمة مع 5، فهمتوا شنو؟ شفت كيفاش تقراها؟ ما تقراش انه ان
كيفاش تجي في وسطها ان مع سان، كيفاش زوز اعداد تنقابلهم بعض، لا تتقرا ان القديمه رسوا الان القديمه ونزيدها 5. معناها الان القديمه شنو فيها؟ نحن حطينا دخلنا بالبي، حطينا في البارامتر 10، معناها راهي الان باش تكون فيها 10 من الاول. كي ندخلوا للبروسيدير تيقول لك الان القديمه معناها باش تضيع هذيك ما يهمنيش فيها رسوا 10 بلي 5 قداش تتولي؟ قداش باش تولي؟ 15. باهي الان باش تولي فيها 15. لهنا كي يكتب لك راي تالين ان شنو باش يفيش؟ 10. لا يفيش 15. علاش؟ مادامك خذها قاعده هذي ملاحظه راهي هامه برشا، مادامك حطيت له لفظ المو فار راهي اي حاجه باش تصير في البروسيدير في وسط البروسيدير راهي باش تسجل لبرا. واضح؟ معناها اش معناها الكلمات؟ مثلا انت عملت بروسيدير هذه حطيت الفار، كي تخرج من البروسيدير يعني العمليه اللي صارت ليزانستركسيون اللي صاروا في وسط البروسيدير راهم باش يتسجلوا ما يضيعوش. نحن اش عملنا؟ عيطنا للبروسيدير بي ولت الان 15. كي خرجنا من البروسيدير بي ما بقيتش 10، تسجلت سجلناها في الميموار انها 15. كي يجي يفيشي الان يلقى الفالور الجديد هو الكنز، ضاع القديم. واضح؟ باهي توا باش نحو الفار. كي جات فونكسيون تخرج الديس، كان جات فونكسيون تخرج القديس ما تخرجش ما يتبدلش في الفونكسيون اللي دخلت به يخرج. جيست في الفونكسيون وين تعمل نقولوا نحن ديزانستركسيون في وسطها باش تطلع حوايج، مي البارامتر نتاعك راه ما يتغيرش، اذا غيرته راهي صارت مشكله في الخدمه نتاعك. باهي تو نفسها البروسيدير مش تنحط فيها فار، حسب رايكم شنو الريزلتا فينال باش تطلع؟ نفس الخدمه نفس اللي شفتوه تو اي طلعوا لي شنو تيصير؟ باش يخرج ديز. علاش؟ خاطر فار هي اللي تعمل الميمو. باهي هذه شدوها كلمه فار، ما لقيتش كلمه فار راهو اللي تيصير في وسط البروسيدير والا الفونكسيون الكل باش يضيع. معناها اش معناها باش يضيع؟ لو انك عملت لهنا فصل البروسيدير بالطبيعه نجي نكتب اكرير ان فصل البروسيدير شي يعطيني؟ نمشي واحد يجاوب نمشي حتى بالغلط ما يسيلش قاعدين. زدت في البروسيدير بي زدت الفونك الانستركسيون اكرير ان شنو باش يافيشي في الان في لافيشاج نتاع البروسيدير في وسط البروسيدير هذا الكل راه في وسط البروسيدير هذا واللي في وسط البروغرام برانسيبال هو هذا لهنا كيما نعمل جفار نعمل الانستركسيون الاولى ان رسوا ان بلي 5 وبعد نكتب اكرير ان حسب رايكم شنو يطلع؟ كيفاش؟ الان الان لهنا لو ان ناخذ الان ايتيغال 10 ان ايتيغال 10 باش نخدموا به باهي شنو يا فيشينا في البروسيدير ما نحكيش في البروغرام برانسيبال تو نرجعوا له بعد في البروسيدير شنو يا فيش واش جاوبون تسمعوا فيها ماكم اعطوني محاوله حتى بالغلط ما يسالش حتى بالغلط ما يسالش شنو تعطينا ديز باهي نرجع من الاول قلت لكم اول حاجه الفار مش موجوده نحط ندخل بالان اي تي غالا ديز الفالور لهنا لانستكسيون ان رسوا ان بلس 5 اش معناها قلت لكم الفالور القديمه نتاع الان الفاريابل ان باش نحطوا فيه الفالور القديمه نتاع الان ونزيدوه 5 دخلنا بال10 اذا 10 بلس 5 باش نحطوها في الان يعني ان ايتيغالا 15 كي نجي نكتب
اكرير ان شنو باش يفيش باش يفيش لك 15 علاش مازلنا في وسط البروسيدير ما خرجناش باش نافيش 15 ب توا نرجعوا للبروغرام برينسيبال بي كيف كيف كيما العاده ش عملنا دخلنا بالعشرة الان اتي جالاديس الرايت تالين شنو باش تخرج لنا اللي في البروغرام برينسيبال ماشي في الفونكسيون ماشي في البروسيدير باش تخرج لنا شنو لهنا تخرج لنا 10 علاش مو خاطر انت ماجبا صحيت معناها شنو باش تشدو كلمه فار كانه يقصد بها سوفو غاردي لي الخدمه كامله اللي صارت على الفاريابل هذاك ما عملتش فار راهو التيسير لو فوسط البروسيدير والا الفونكسيون دوب ما يخرج من البروسيدير يضيع الخدمه الكل تضيع فهمتوا واش معناها تو فار علاش ثم برشا عندهم مشكله مع الفار عندك فاريابل باش يصير عليه تغيير وتحب تسجله في وسط بروسيدير والا فونكسيون لازمك تكتب فار كانك قلت له سوف غاردي لي دوني الموجوده التتصير في وسط الان في وسط البروسيدير هذيك واضح مش واضح واضح هذه بالنسبة للفار والفونكسيون به نحن لهنا شوف نرجع للليفاس نتاعنا اش حبيت نوصل لكم ليفاس اش ثم لهنا قلنا السهاش نتاعنا في البداية كانت باك اسباس 2020 في الاخر ولت لنا باك لو اني استعملت اعتبرت الايفاس 60 فونكسيون هل انه الفونكسيون البارامتر نتاعها تتبدل ما تتبدلش به شنو لازمنا نعملو باش تتبدل علاشنا نحنا كنا في الشين هذي الشين الريزلتان نتاعنا ما بقتش ولدت هذي شنو لازمنا باش نعملو صحيت نعملو بروسيدير نسموها هذي يعني الإفاس 60 بروسيدير ماشي فونكسيون واضح بروسيدير وش قلنا نحنا لو اني البروسيدير لو انه باش نكتبها انا تو بروسيدور ايفاس ايفاس اونتر بارونتيز هل اني نكتب سي هاش ولا نكتب فار سي هاش وعلاش امشي مش عطوني امشي مشي باش نكتبو سي هاش كها علاش حتى هي بتبعتها باش تبدل وباش تنقص منها باش تتفسخ منها حاجه اش كنت نعمل مالنا تو في الفونكسيون باش اش فسرت لكم في البروسيدير لهنا قلت لك لهنا كي عملنا الفار في البروغرام برينسيبال افيشلنا 15 وكي ما عملناش الفار شنو افيشه في بالرغم من انها بروسيدير افيشيلي عمل في شجم تاع الديس وقتاش عمل ال 15 لهنا في البروسيدير فوسط البروسيدير مازال فوسط البروسيدير اكرير ان تفيشيلي 15 مي الرايت تالين باش تفيشيلك ديس لولا علاش لانك ما حطيتش فار ما قلتلوش سجل لي التغيير اللي تيصير على الان واضح في اللي فاس لهنا كي نحطها سي هاش وما نحطش الفار باش لافيشاج لو انك افيشيتي السي هاش بعد خدمت بالبروسيدير افيشاج بالبروسيدير فاس باش يفيشيلك نفس الشين القديمه لو انك ما حطيتش فار لو انك تحط فار باش يفيشي لك سي هاش جديده في السي هاش واضح ولا سي با سي با جماعه كل سي بون ايوه هذه بالنسبه للبروسيدير بروسيدير ايفاس تفيشي تو حب ان شاء الله تكون وصلت الفكره اش معناها بروسيدير واش معناها فونكسيون الفونكسيون لازم ريزلتا سامبل وان سول ريزلتا والديكلاراسيون وريت لكم كيفاش ديكلاروها معناها تحطوها في فاريابل ونفس التيب نتاعها هي في البروسيدور وين حاجه تحبوا تعملوا عليها شانجمون في وسط البروسيدور راك باش تستعمل فار والفار ما تكون كان مع البروسيدور به هذه بالنسبه للي فاس تفاسيلك بارتي ماشين نتاعك توا انسير شنو الانسير تعمل انسيري سي هاش 1 وعندك سي هاش 2 والبي
نقروا الرول نتاع البروسيدير والا الفونكسيون اللي عندنا. سيتي البروسيدير قال لك كي انسير لا شين سي اتش 1 دون لا شين سي اتش 2 ا بارتير دو لا بوزيسيون بي لو كاركتر نيميرو بي اي لو كاركتر نيميرو بي الي سويفون سون ديكالي فير لا دروات. اش معنى الكلام هذا الكل؟ خلاص باهي لهنا قال لك الشين الاولى باش ينسيري لك انسير لا شين سي اتش دون لا شين سي اتش 2 ابارتير من بوزيسيون بي. ناخذ مثال ديما مثال باش نفهموا كل شيء. عندنا سي اتش 1 نعتبرها مثلا باك سلاش 2020 و سي اتش 2 والا هذه نعتبرها سي اتش 2 و سي اتش 1 باش نعتبروها 2019 ونكتب له البروسيدير نتاعنا انسير سي اتش 1 فيرجيل سي اتش 2 فيرجيل البوزيسيون نتاعي نقول له 4 ب لهنا اش تيعمل لك تنسري لك الشين الاولى في الشين الثانيه ابارتير من بوزيسيون بي. باهي اول حاجه شنو تعمل كي يعطيك انت مثال كيفك تلوج على البوزيسيون 4 ويني في الشين الثانيه بالطبيعه باش نلوج عليها في الشين الثانيه. علاش؟ لاننا باش ننسري في الشين الثانيه مش باش ننسري في الشين الاولى. دونك كي نلوج البي رقم واحد الا 2 سي 3 ليسباس هو الكات هذا البوزيسيون تاع الانسيرسيون هذي اش تنحطو فيها هذيك باش نحطو فيها ننسرو فيها الشين الاولى يعني باش تولي لك شنو باش تولي لك باك باش ننسرو سي اتش 1 اللي هو الشين 2019 والشطر التيلاني باش يبقى نفسه سلاش 2020 واضح؟ جماعة الباقيين واضح ولا؟ واضح واضح أي واضح معناها لهنا تشد تلوج على البوزيسيون تنسري فيها الشين الأولى في الشين الثانية هذه هي شنو باش تعمل وبالطبيعة اش معناها لهنا كلامه قال لك لو كاركتير نيميرو بي إلي سويفون سون ديكالي معناها راهو سلاش 2020 هذوما باش يديكاليهم فير لا دروات. شفت كيفاش الديكالاج اللي صار لهم مشوا على الاخر زيد وخروا التالي هذاك اش معناها كلمه ديكالي فير لا دروات ب توا كون سي هاش وفالير باهي لهنا ما قلناش سيتي بروسيدير ولا فونكسيون حسب رايكم بالطبيعه وعلاش نمشي 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 شنو بدلت؟ شنو بدلت؟ علاش فونكسيون؟ علاش فونكسيون؟ علاش فونكسيون اعطيني كي تقول لي حاجه ما تلوحليش كلامك هكا لازم عندك حجة على الكلام نتاعك أعطيني شو فهمت أنت ب مسيو أنا من هاي البروسيدور خاطر زدناها 2019 بدلت الشين دو كاركتي أنا هي منهم اللي بدلت أعطيني مسيو الثانية تبدلت ب نحن اش قلنا في الفونكسيون كي تدخل لها دي بارامتر هل أنهم يتبدلوا في اللي بارامتر في الفونكسيون نحكي في الفونكسيون كي تدخلي لها سي اتش 1 و سي اتش 2 يبقوا كيما هما المفروض نخرجوا ب 2019 وباك اسباس سلاش 2020 سي اتش 1 بقى كيما هو سي اتش الثاني ها هو سي اتش الثاني دونك ما تبقى لناش فونكسيون مستحيل كي تلقى فونكسيون لازم تعمل عليك بروسيدور واضح تو علاش ب لهنا لو ان
عملنا الديكلاراسيون خدمنا ملاحظة أخرى ما قلت لكمش عليها. في الفونكسيون اش قلنا نحن؟ جي تكتب مثلا n is equal to long ch اس بارنتيز هذه كيفاش نديكلارو فونكسيون؟ معناها تحطها في variable. بالنسبة للبروسيدير لوحة كما هي واضح؟ ما نعمل هي ديكلاراسيون من الاول معناها ديكلاري كان لي فاريابل اللي فوسطها سي اش ان باش يعرفهم سي اش ان وسي اش دو هي كبروسيدير من غير ما تستع بري ديفيني لوحه كيما هي وما تعمل حتى شيء. معناها في الباسكال اش تكتب لو انك تحب تبدل الانستركسيون تاع انسيري سي اش ان سي اش دو كات باش تبدلها اون باسكال اش تكتب؟ شنو هما لي بارامتر اللي استعملت؟ لازم تعرف سي هاش 1 فيرغيل سي هاش 2 شنو هو التيب نتاعها؟ سترينغ. توا ديكلارينا الشين الاولى والثانيه وتجي تكتب بالباسكال بالطبيعه ما تبقاش انسير تبقى له تولي انسيرت. تكتب سي هاش 1 فيرغيل سي هاش 2 فيرغيل 4 بوان فيرغيل. هذه هي الديكلاراسيون كيفاش مش كيما الفونكسيون. قلت لكم الفونكسيون تحطها في فاريابل مي البروسيدير ما عندكش الحق تحطها في فاريابل يخرج لك الرور كان تعمل. واضح؟ باهي شنو قلنا؟ معناها هذه ستين بروسيدير. باهي باش ندخلوا اكثر باش نزيد نفسرها لكم اكثر. لو ان عملنا بروسيدير باش نحاول نفسر لكم في نفس الوقت الموكلي فار ماني فسرته لكم باش نشوفكم فاهمين ولا. بروسيدير انسير ب لهنا الفار وين تنحطوه؟ نحطوه قدام سي اش 1 ولا سي اش 2 ولا نحطوه في الزوز ولا حسب رايكم انتم؟ قدام سي اش 2 مسيو. علاش؟ خاطر احنا باش نعملوا موديفيكاسيون لسي اش 2. لو ان ما نحطوش في سي اش 2 فار اش يصير؟ معناها لو انك كتبت انسير سي اش ان سي اش 2 كات وكتبت لهنا اكرير سي اش 2 اش تصير؟ اش ترجع لك نفس سي اش 2 باش تبقى هادي هادي باك مي لهنا اوتوماتيك ستين فونكسيون بري ديفيني. معناها الحاجه الباهيه انك الفونكسيون البروسيدير هذه حتى كي تكتبها كيفك باش تمشي لك مريقل. علاش حسب رايكم؟ علاش اللي خدمناهم توا لي بروسيدير هذو لي فونكسيون راهم بري ديفيني. معناها راك مش جيست انت باش تستعملهم هما برك مش تستعمل الشيء هذا بروسيدير انسير. حبيت نفسر لكم بها باش توصلوا تفهموا الفارش معناه. فهمت شنو قصدي توا جماعه؟ معناها لهنا في البروسيدير هذا مرة مش تيجيك يقول لك اخدم لي البروسيدير انسير تيقول لك استعمل هذه. معناها جيست تيجي يعطيك اكزرسيس وانت تطلع لها يعني تعمل لها لابيل فوسط البروسيدير والا فوسط البروجرام نتاعك كام. جيست شنو باش تكتب؟ باش تكتب هذه انسير سي اش ان سي اش 2 كات. الشيء اللي زايد الكل انسري وبروسيدير وفار والشيء هذاك بري ديفيني معناها على السيستيم نتاعك يعني باسكال يعرف اوتوماتيك مخدومه هي في بلاصه لا تخدمها انت البروسيدير هذه هي اوتوماتيك موجوده انسري في الباسكال. واضح؟ ب كملنا الانسري تو نرجعوا للبروسيدير اللي بعدها كونف سي هاش. تو نتعدوا للكونف سي هاش. كونف سي هاش نوع لي بارامتر نتاعها دي سي هاش ان دي فيرغيل سي هاش ان. هذه شنو تعمل لنا؟ تكونفرتي لك اسم على جسم كونفرتير ان شير ان اونتي تحوله لك لشين دو كاركتير والا مش باللازم اونتي لازم تنجم تكون ريال اونتي المهم النيميرو. ناخذ مثال كونف سي هاش نعطوه مثلا 500 حسب رايكم مش تعطيكم هذا
باش تكونفرتي لك انونتي تحوله لك شاندو كاركتير وتحطه لك في الفاريابل الثاني اللي هو سي هاش ان. معناها الريزلت باش نلقاه في سي هاش ان. حسب رايكم شنو هو ترجع في سي هاش ان؟ هذا كهو. علاش ثم فرق ما بين 500 من غير دو كود هذيك تعتبر اونتي و 500 من دو كود يعتبرها شاندو كاركتير. بي معناها الريزلت نتاعنا شنو باش يعمل؟ يحول لك 500 يحول هذاك اونشن دو كاركتير. بي لو انه اعطاك 5.2 وقال لك في بلاصه 500 حط لك 5.2 شنو تطلع لنا الريزلت 5.2 سي هاش ان شنو تيكون فيه؟ امشي مش كان ديكلارينا من اللول اللي هو اونتي ولا ريال؟ شنو مش كان معناها ديكلارينا من اللول اللي العطات نتاعنا هذاك اونتي ولا لا؟ تنجم انت ديكلاري. شوف راهي ثم طرقنا تو نعطيكم شنو الفونكسيون شنو تعمل. ما جيتش في البروغرام خدمت خدمه جوست عملت وريت لك كيفاش تنجم ديكلاري كيما قلت انت. ها تعمل جي فار ان دو بوان تيب نتاعو مثلا بالباسكال انتيجر وتجي مثلا تكتب ان شنو تحب عليها انت 500 تحطها 500 بوان فيرغيل. لهنا ما تكتبش 500 تكتب الان كلامك صحيح تحط هك. مي شنو اللي باش يتغير لهنا؟ العدد بالطبيعة. المثال الاول خذينا 500 الثاني 5.2 الريزلتا في السي اتش ان شنو باش تعطينا المره هذه؟ جماعة الاخرين شتا تقولوا؟ 5.2 ما تقوليش راكي تقولي 5.2 كي كروانتي اعطيني شنو هو الريزلتا؟ فهمت شنو اقصد؟ كي تقولي 5.2 قولي دو كوت والا قولي شين 5.2 شين 5.2. اما كي تقولي 5.2 سي تان ريال هذاك كلامك غلط. هك باش يخرج لك الشين هذا. علاش ثم شكون قال لي 5؟ علاش 5؟ ما الشين اللي تتحطه من الاول ما يتلمسش جيست يحوله لك شين دو كاركتير ما فيها حد شيء. هذه بالنسبه للكونف سي هاش. بالطبيعه اون باسكال تولي لك اس تي ار اللي فوسطها كيف كيف يبقى نفسه ما فيها حد شيء اللي بارامتر. نعم هي صحيت اعطيناها لي بارامتر. شنو اعطيناها؟ اعطيناها اون تي والا تيب البارامتر الاول ريال والثاني شين والثاني بطبيعته كان فارغ هو راه ما كان في حد شيء من الاول. كي عملت الكونفرسيون حطت لي الريزلت نتاعي حطتها في الشين. معناها كي نجيو نشوفوا نحن سي هاش ان من الاول شنو فيه؟ شنو فيه سي هاش ان؟ ايه اي شكون يطلع شكون شنو فيه كان من الاول؟ من الاول ما فيه شيء. اش معناها ما فيش شيء؟ شنو الكاركتير اللي فيه؟ في اسباس في فيد 60 شين فيد. معناها كي تجي تخدم على شين وتحبه من الاول فارغ حط فيه الفيد. واضح؟ هذا فيت. كي في الريزلتا اش تحصلنا على سي هاش ان في الاخر؟ في المثال الاول شنو تحصل؟ شين 500. شين 500 به ما دام تبدل هل ينجم يكون انه ينجم يكون فونكسيون؟ لا ما ينجمش يكون فونكسيون. على شي حاجه تغيرت في لي بارامتر. نحن قلنا الفونكسيون لي بارامتر اللي تدخل بهم هما نفسهم باش يخرجوا ما يتمسوش. جيس باش تعمل عليها دي يعني نقولوا نحن دي زانستريكسيون حسابات حكاية الكيكة تكلكل الحكاية تحب عليها وتخرج. لكن لي بارامتر عمرهم ما يتغير. إذا غيرتهم راي بروسيديك. معناها لهنا لازم هتكون في سيهاش تكون كان بروسيديك. واضح؟ 60 بروسيدير هذاك علاش ما نجمش نجي نقول راهو سيهاش رسوا كونف سيهاش. قلت لكم في البروسيدير ما عندكش الحق
انك تعمل بارامتر سوا بروسيدير، يعني البروسيدير نتاعك هذيك ما تصير كان في الفونكسيون. واضح؟ واضح. به توا مازلت لنا كان الاخر فونكسيون ولا بروسيدير باش نشوفوها. فالور فالور شنو هو البارامتر نتاع عندك سي هاش فيرجيل دي فيرجيل سجل بيه. اي مسجل باش تو نهبطو. نعم بالطبيعة تو نهبطو على اليوتيوب في الشين فيرباك هو انو تحب تفرج وتعاود شوف به. اش قلنا البروسيدير الاخرانيه فالور سي هاش دي فيرجيل. وبربي ننصحكم تحبوا تقدموا حاولوا تراجعوا في الدار على الاقل عاودوا بالباهي وافهموا الدرس اللي قريناه الحوايج اللي قريناها اليوم باش المره الجايه تلقوا رواحكم حاضرين. على شي وين نقدموا شوي تصعاب الحكايه شوي توا مازلنا نفهموا في الباز نتاع البروغراماسيون بعد لازمك هذوما فهمهم بالباهي باش تنجم تفهم نقولوا نحن البروغراماسيون في الباسكال بالباهي. به البروسيدير الاخرانية فالور سي هاش دي فيرجيل شنو باش تعطيها لهنا؟ ناخذ مثال فالور السي هاش الشين بالطبيعة مادام سميتها سي هاش عرفوها راي شين دو كاركتير. بالنسبة لهنا اما في الاكزاما كي يسمي لك سي هاش ما تحطش في مخك انها اي سي هاش راي شين دو كاركتير راه ينجم يغلطكم في الاكزامانيت. ينجم يسمي لك شين يسميها دي واللونتي يسميه سي هاش معناها ما عندوش الشين راك تتحكم الاسم نتاعو والاسم نتاع لي فاريابل نتاعك تسمي اللي تحب انت راه. ب الشين دي سيت فيرجيل دي فيرجيل او حسب رايكم هذه شنو باش تعمل الرول نتاعها؟ الرول نتاعها باش تحول لك الشين لول تحوله لك نيميريك. اش معنى نيميريك؟ يا اونتي يا ريال متفاهمين فيها من الاول حكينا على التيب نيميريك هو اللونتي والا الريال. يا باش تحوله لك ريال والا اونتي تحطه في الدي والاو هي شنو كان ثم ايرور صار في الكونفيرسيون باش يخرج البوزيسيون تاعو في الاو. باهي ناخذ اكزامبل هذا 17 هل انه الشين 17 نجم نحولوه اونتي والا ريال؟ جاوبوني. نجم لونتي شي ولا 17 اونتي معناها دي تحطت فيه 17 والبوزيسيون درر هل انه صارت مشكله في الكونفيرسيون؟ لا تحط زيرو. به تو نعطيكم مثال اخر فالور قديش 14/17 فيرجيل دي فيرجيل ب لهنا شنو باش تعمل كونفيرسيون تاع الشين نحولوها لونتي او ريال هل ممكن يصير ولا ايه؟ هاي يعطينا كيفاش تتحول 14/7 باش نحولوها لونتي قداش تولي مشي؟ ما هو البروغرام باش يحسبها ولا كيفاش؟ لا 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 ما تغلطش ادي سلاش راهي ماشي ديفيزيون. كي نقول لك كاركتير سلاش راهو ما يحسبوش ديفيزيون راهو يحسبو كاركتير ما عنده حتى علاقة بالديفيزيون لهنا. لا مش باش تقلد. اعطينا انتوما اعطوا محاولة هل انه التفسير اللي عطيته لكم قلت لكم يحول الشين الاولى يحولها لونتي كان نجم او ريال يحطها في الدي كان ما نجمش الكونفيرسيون يحط البوزيسيون ديرور في الأ. اعطوني اش تيعمل لهنا الريزلت نتاعي في الدي شنو باش يحط والأ شنو باش يحط؟ جو دي باش يخرج زيرو والأ باش يخرج الفاليو اللي حطيناها باهي. الدي باش تخرج لك زيرو لانه ما تحط فيها حتى فالور بار ديفو باش تحط فيها زيرو. لهنا اش قلت لكم في الشين دو كاركتير اول حاجه شنو تعملوا؟ قلت لكم ترقموا لي بوزيسيون تاع شاك كاركتير. الان هي الان البوزيسيون
الثانية متاع الكات هي الدو، سلاش هي التروة، والست هي الكات. ما نجمش يحول الشين لو لونتي وإلا ريال. البوزيسيون متاع الرور المشكلة وين؟ التروة. المشكلة هي في سلاش، ما نجمش يحولها، دونك الأ يحط فيها التروة. واضح؟ هذه هي البروسيدير الاخراني. هذوما البروسيديرات كانوا كي توصلوا تفهموهم الكل، وحتى لي فونكسيون اللي خدمناهم على الكاركتير ولي زونتي هذوكم الكل، وقتها باش تنجموا تخدموا دي بروسيدير ولا دي بروغرام كاملين. معناها نقولوا نحن يعطيك بروبليم وتبدا تلوج انت، هذوما هما اللي بهم الفايده. فهمت؟ هذوما باش تخدم بهم اللي جاي. نقدموا القدام تو. لهنا اعطيك خلاصة تيب ستوندار اللي عنا لي تيب الكل. اش معناها تيب ستوندار؟ معناها تيب معروف. مثلا كي تخدم انت بروغرام برانسيبال، تخدم بروغرام باسكال سامحوني، تيب ستوندار اش معناها؟ معناها انت كي ديكلاريه اوتوماتيك يعرفوا البروغرام متاعك. شنوما لي تيب هذوم اللي حكينا عليه؟ عندك 5 هذوم هما دي تيب ستوندار. اش معناها ستوندار؟ معناها راو كوني من البروغرام نتاعك. كي تجي تقول له var end point integer ما يخرج لك شرر، يعرفوا لونتي هو شنو، يعرف انه عدد الريال نفس الشيء، البونيه والكاركتير والشين دو كاركتير. هذوما الخمسه هما لي تيب ستوندار. توا هذوما ثم دي زيكزارسيس ب كنشوفوا الشابتر اللي بعده ساعه لي زيكسبريسيون. باهي، تحبوا نخدموا شويه اكزرسيسات على اللي خدمناه تو، ولا نخلي لهمكم تعملوا انتوما محاولات ونكملوا في الكور ونصلحوهم المره الجايه؟ نمشي ناخذ متول. نعم ناخذ متول ولا نصلحوا؟ سامح نصلحها من المره الجايه. باه حاولوا فيهم الاكزرسيسات هذوما باش نحاولوا فيهم المره الجايه باش نصلحوا. تنقول لك لحظه، الاول والثاني ايفالي ليكسبريسيون شاكين سيكونس سويفونت. باه اكزرسيس 3 و 2 و 1 الان و 2 و 3 باهي للمرة الجاية إن شاء الله. باهي نكملوا تو. باهي الشابتر اللي بعده لي زيكسبريسيون. نشوفوا ليكسبريسيون شنو ما فيه. لهنا لي زيكسبريسيون اش تيعطيك في الشابتر هذا؟ شنو بالضبط باش نخدموا؟ معناها لهنا باش يعطيك دي زيكسبريسيون وكيفاش تعمل لي فالياسيون تاعها. مثلا اللي حكينا فيهم، اللي حكينا فيهم في الشابيتر الاول، قلت لكم راه ثم دي زوبيراتور يمشوا مع لي زونتي، دي زوبيراتور يمشوا مع لي شين دو كاركتير، ودي زوبيراتور يمشوا مع الريال. هذوكم الكل تو باش نحكوا بهم بالتفصيل. باش ناخذ مثال، مثلا لهنا عندك 7 بلس 3 ديف 2. ليكزامبل هذا ستين اكسبريسيون ولا اكسبريسيون، هي مجموعه من عمليات، معناها مع عمليه طويله. 7 بلس 3 ديف 2 كيفاش باش تعمل لها ليفالياسيون؟ يقول لك ايفالي ليكسبريسيون سويفونت. لهنا شنو لازم كيما المات؟ لو اني نعطيك 3 فوا 2 بلس 2 بشنو تبدا انت؟ تبدا بالطبيعة بالمالتيبليكاسيون. نفس الشيء ثم بريوريتي في اللي لي فالياسيون تاع لي زيكسبريسيون في الالغوريتميك لهنا باش يعطيهم لنا بالطبيعة الكل. نهبطوا لوطا باش نشوفوا. نحن اول حاجة باش يحكي لك على لي زوبيراتور، ومن بعد تو يعطيك في الاخر في الكتاب نتاعكم اهي لهنا لي زوبيراتور باش يعطيك الترتيب نتاعها، معناها البريوريتي نتاعها. كي ظلك عندك ايفالياسيون تاع اكسبريسيون تيقول لك انهي تبدا بها الاولى وانهي تبدا بها الثانية. هذا الكل باش نحكو فيه ان شاء الله. باهي لحظه
Évaluation de l'expression. B. لهنا عنا شوفوا مثلا لهنا في الاكزامبل اللي عنا هذا شنو عنا؟ عنا الاولويه لشنو؟ الاوردر هو كيما هك، كان عندك بارونتيز تبدا بالبارونتيز بعدين لي زوبيراتور اونير اونير اش معناها؟ نطلعوا لفوق باش نعرفوا لينير عندنا لي زوبيراتور اهي اش معناها لينير معناها نقولوا نحنا تمشي لك على اليمون واحد بار اكزومبل تقول موان 15 معناها تمشي على اوبيرونت واحده واضح اش معناها اينير كيما نقولوا بينير بينير اش معناها مثلا هذيك هذيك في التكنيك لو اني قلت لكم اوبيراتور بينير اش معناه معناها العمليه فيها دو زوبيروند تنزيد نفسر لكم الانير مثال موان 5 لو موان هذيك تعتبر اوبيراتور انير علاش نجم تستعملها مع اوبيروند واحده اوبيروند واحده معناها اليمون واحده مثلا البينير تو البينير مش متاع التكنيك البينير معناها دي زوبيراتور يمشوا يتخدموا مع اكثر من اليمون يعني دو زيليمون مثلا ا بليس بي البليس هذه الاوبيراتور هذه مع قديش اليمون استعملناها مع دو زيليمون اللي هما الا والب هذيك علاش سميناهم بينير نفس الشيء ا موان بي ا ديفيزيون ريال ا ملتي نعم بينير كان جيت مثلا كتبت موان 500 كيف بينير بينير نفس الشيء لا النيميرو ما يهمنيش فيه يهمني كان في الاولى الاوبيراتور هذيك الموان اي عدد تحط اللي تحب انت حتى نمبر كومبليكس نمبر ريال نمبر ليجي مش لازم 5 راه اي نيميرو البينير البينير اش معناها معناها العمليه تصير ما بين زوز دو زيليمون اف و بي ا سير بي اف دي ا ديف بي فهمتوا اش معناها بينير وهم ملخصينهم ملخصينهم لهنا هاي عندك الملتيبليكاسيون عندك ديفيزيون ريال ديفيزيون اونتيير وال الريست دو لا ديفيزيون اونتيير اللي هي المود اللي حكينا فيها من الاول ولو بلوس ولو موان هذوما لي زوبيراتور بينير معناها كي نقول لك اوبيراتور بينير من المفروض تعرفهم انهم هما هذ معناها اللي يمشوا مع دو زيليمون بالنسبه للي لوبيراتور اونير كيما قلت لكم سامحوني ويني هذه عندنا قال لك ابليكي ا ان سيل اوبيروند معناها تمشي مع اليمون وحده كيما اكزومبل اعطاك موان 77 واضح توا اش معناها بينير وانير توا عندنا كيما عندنا دي زوبيراتور البينير والينير هذوك يمشوا مع لينيميريك لي زونتي والريال والشيء هذاك عندنا زاده دي زوبيراتور لوجيك اللوجيك هما اللي يمشوا مع التيب اللي قريناه البوليان عنا دي زوبيراتور قريتهم الكل في التكنيك اللي هما النو والاي والاو والاو اكسكليزيف واضح هذوكم لي زوبيراتور لوجيك باهي تبعوا فيا باهي توا لي زوبيراتور ريلاسيونيل ريلاسيونيل هما نتاع المقارنه سوبيريور انفيريور ايكال انفيريور ايكال سوبيريور ايكال توا هما الاول عطاك لي زوبيراتور نتاعك لي زوبيراتور اللي باش تستعملهم الكل عندنا شنو هما الانواع نتاع لي زوبيراتور عندنا لي زوبيراتور ريلاسيونيل اللي هما سوبيريور ايكال انفيريور
ديفيرون الشيء هذاك الكل. لوبيراتور لوجيك هما النون والاي والاو والاي والاو اكسكلوزيف. بالنسبه لي زوبيراتور بينير هما كلفوال برودوي والديفيزيون موديلو والشيء هذاك الكل. والانير الانير كيما الموان اللي عطاك ليكزومبل نتاعها. ان شاء الله يكون واضح اللي موجود اللي حكينا فيه تو واضح للجماعه الكل باهي. تو بعد لا فسر لك لي زوبيراتور تو باش يبدا مادامك عرفت لي زوبيراتور شنو هما اكيد راهو ثم بريوريتي نتاع ايفالياسيون تاع اكسبريسيون. معناها يعطيك مثلا كيما لهنا في المات لو انه يعطيك 71 مع 7 في العشر اش تعمل انت؟ مش تجي تحسب 31 مع 7 وتخلي البرودوي غلط وقتها. البرودوي هو بلي بريوريتير كو لاديسيون واضح. وقتها لهنا لهنا باش يحسب لك اش معناها بريوريتي؟ معناها باش يحسب لك 7 فوا 10 قبل لاديسيون وقتها باش تكون لك العمليه صحيحه. لهنا ال 55 مع 6 الى 10 حسب رايكم شنو هو البلي بريوريتير؟ اي المات مش كيف 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 لهنا كيما تبدا باليمين كيما تبدا باليسار كلها كيما بعض. به لهنا قال لك كذلك ال عندنا الاوردر لهنا كذلك عندنا عملية شنو نمشي أول أوردر أول أقوى بريوريتي عندها للبارونتيز. معناها كان عندك حاجة من غير بارونتيز وحاجة فيها بارونتيز أحسب اللي موجود فيه البارونتيز. معناها الفصل البارونتيز يتحسب قبل ليزوبيراتور. المرتبة الثانية في ليزوبيراتور يو نار اللي هما شنو هما كيما اللي شفناه موان 5 موان 10 موان هذاك أعطاك مثال. ترتيب ثالثا في الترتيب لي زوبيراتور ملتيبليكاتيف لهنا اش معناه؟ معناها البرودوي يقصد لهنا ملتيبليكاتيف هي البرودوي. لي زوبيراتور اديتيف اللي هي لاديسيون. لي زوبيراتور ريلاسيونيل هيا قولوا لي انتم شنو هما شنو فسرتهم لكم ليا شويه. ريلاسيونيل هما شنو هما صحيت الريلاسيونيل هما انفيريور ايغال ديفيرون سوبيريور ايغال انفيريور ايغال هذوك يتسموا دي زوبيراتور ريلاسيونيل. ب نرجع ب توا باش نشوفوا دي زيكزامبل. ب باهي كيما العادة تحبوا نعطيكم اكزرسيسات ولا نخدموا تو بعد علاش تو هذه الشابيتر الثاني بريسك كمل معناها اللي يحكي لك على ليفالياسيون تاع الاكسبريسيون باش ناخذوا زوز امثله ومن بعد او نكملوا الباقي في الدار باش نصلحوا المره الجايه. باهي لهنا مثال نبدو شنو عن المثال الاول اعطيك P inférieur à qui ou R supérieur à S. شنو عندنا لهنا لي زوبيراتور اللي عندنا؟ شنو اسمهم؟ انفيريور و سوبيريور شنو اسم؟ ريلاسيونيل. باهي خلينا نكتبوا باش تفهموا على الاقل تجيكم سهل. اوبيراتور اللي مشوا فيهم رانا كنا نحكوا فيهم تو، اللي مشوا فيهم يتكلم. اوبيراتور ريلاسيونيل. باهي هذوما الاول. والاو اوبيراتور شنو نوعه؟ لوجيك. اوبيراتور لوجيك. ب عندنا زوز انواع في الانستركسيون في الاكسبريسيون هذه باش نعملوا لها ليفالياسيون. اول حاجه تطلع لي زوبيراتور نتاعك وثاني حاجه عندناش حاجه اخرى لهنا في في العمليه اللي عندنا هنا الاكسبريسيون لا مش اوبيراتور حاجه اخرى. نرجع لكم للكور ما دامكم مازلت هاي ترتيب بارونتيز
اول حاجه هي البارونتيز، معناها اول حاجه راه باش نبداو بالبارونتيز، هذا اش حبيت نوصل لكم به، معناها البارونتيز لازمكم تحطوها بارونتيز به لهنا. تو شنو باش نعمل؟ هو قال لك شنو؟ قال لك بور بي والكي والار والاس، كل واحد عطاك فالور، البي هي موان 3 والكي الكي سامحوني 5 والار 4 اس 9. قال لك الاولى شنو باش تعمل؟ كي يعطيك يقول لك اعمل ايفالياسيون تاع اكسبرسيون كيفك، عوض جست باللي فالور اللي عندك. نحن مو عندنا بارونتيز، البي قديش في الحاله الاولى؟ موان 3 انفيريور الكي 5. نسكر البارونتيز و حلو البارونتيز. الار 4 سوبيريور ا 9 ب. قلنا باش نعملوا ليفالياسيون نتاع البارونتيز، هذه البارونتيز الاولى باش نخدموها الاولى، وباش نخدموا البارونتيز الثانية. لهنا موان 3 انفيريور 5، صحيح كلام ولا؟ دونك فري. الكات سيبريرا نيف ولا فو؟ فو. وتهبط لنا القوه ديك، شنو باش تعطينا ريزلتا؟ اش قلت لكم؟ قلت لكم الفري بدلوها بالا، الاف الاف بدلها بالفو، الاف بدلها بالزيرو، يعني الفو بدلها بالزيرو، والاو شنو باش تبدلها؟ بلوس. ان بلوس زيرو شنو باش تعطيك؟ تعطيك ان اللي هي ايتيغال ا فري. دونك ليفالياسيون تاع الاكسبرسيون هذه اعطتنا فري. نفس الخدمه للبقيه، مي ثبتوا رواحكم برشا في البريوريتي، لازمكم تشدوا انه البريوريتي حسب رايكم انتم النو هذه بريوريتي نو. قلت بريوريتي نو، الاوبيراتور نو لهنا شنو نوع؟ من لوجيك او ريلاسيونيل او اعطوني لوجيك. باهي لوجيك. وهل اني نو اونتر بارونتيز هذيك اوبيراتور بينير ولا اونير؟ بينير. ثبت روح. لا نحنا شوف اون جينيرال كي تقول نو اونتر بارونتيز يا باش تعطيها فو يا باش تعطيها فري. اعطيناها بارامتر واحد، دونك النو راهي باش تخدم على بارامتر واحد. نحكي على الريزلتا مش نحكي على الفصل البارونتيز، علاش كنت البارونتيز راك باش تيفاليه تعمل ليفالياسيون تاعو، الريزلتا فينال هي اللي باش تعمل لها النون تاعها. فهمت شنو قصدي؟ واضح. ب هذه الاكزرسيس كيفاش باش تكملوه كيما كاك. ب وهذا ماني وريت لكم، عطيتكم قبل فسرت لكم لي فونكسيون الكل، لهنا عطيك دي فونكسيون وقال لك بدلهم لي انتر يعني اون باسكال. لازمك الكل باش تخدموا هذا ليكزارسيس 1 تعمل ليكسبرسيون لهذا بالطبيعة. الباش سامحوني لحظة. سلام وسلام. أنا نتروح أنت، أنا نتروح. لاباس لاباس. تو تو نهزو تو نهزو تو نهزو هزت لها تو نزيد نهزو لها. باهي باهي سلام سلام. باهي الباج قلنا الباج 29 وزيد ارجع بالتولي، ثم اكزرسيسات زاد حكينا فيهم الباج في بالي اللي قبل، ارجع بالتولي شوي. باهي توا الليسون 3 ان شاء الله السيونس الجايه وقتاش تحب؟ انتوما شوفوا رواحكم، بالنسبه لي كل كان تحبوا كل نهار ما عندي حتى مشكله، انتوما خايف عندكم.
الشيرة الأحمر أنا معناها هكري تعبين شوي وكل هاني اكثر. لا بالنسبه لي انا شفت اللي عملته تو اكثر منك باش نفسر لك مستحيل. اي والله يعطيك الصحة. بس ديجا انا بالنسبة لي انا فهمت، ما اعرفش على لا بالنسبه لي قلت لكم اللي ما فهمش يتكلم، رمشني معناها كنت نفهمك ونقول لك كان ما فهمتش نعاود لك حتى 20 مره. المشكله انك واحد منكم عاد حشم ولا حاجه، هذه مش مشكلتي. ليه مسيو سافا كامل؟ ليه سافا مسيو؟ باهي بس يخصنا وقت جوست باش نخدموا ليكزيرسيسيت اليوم، وكان كي بعد غدوه مسيو. باهي مالا هاونو نهاير فيتكم ولا كيما تحبوا نهايرين، وهاونو ما بيناتنا فيسبوك ولا تكلمكم لو اي ولا ولا سكايب موجود، هون سكايب ان شاء الله تمنحكم. ميرسي ميرسي باهي. اي السلام عليكم.